صحيح. اوكي. أنهي سؤال؟ آخر سؤال. آخر سؤال. طيب عموما الناس الحاضرة، يعني أشكركم على الحضور، وأنا مستغرب إزاي يعني العدد قليل أوي كده. ماشي، فالناس اللي حضرت دي برضو هيبقى لها بونص إنها حضرت، ويا ريت برضو تبلغوا زمايلكم. مش معنى إن إحنا بنسجل محاضرة إن يعني الناس ما تحضرش، الهدف إن أنت تتفاعل وتخش، يعني لما تسمعها مني دلوقتي وتسأل لو عندك أسئلة، لو حاجة ما فهمتهاش ممكن أعيدها بطريقة تانية، إنما لما هتسمعها ما حدش بقى هيحاول، لو ما فهمتهاش ما حدش هيساعدك غير لما هتسألني المحاضرة اللي بعدها أو هتسألني على الشات. فيا ريت بس ننصح زمايلنا إن الحضور مهم ومفيد. ماشي، آخر سؤال. هو المحاضرة اللي فاتت كان في اختصارين، واحد بي ال اي وواحد بي اي ال، هو ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طيب أنا هجاوب بس على الأسئلة بتاعة الميد ترم الأول، وبعدين نشوف البال والبيل. تمام، شكرا. طيب أنت عمر كنت بتقول consider global wire of constant resistance scaling نزل من 0.18 ل 0.09 مايكرومتر، يعني نزل النص. تمام. دي الفيتشر ليدز بتاع التكنولوجي، يعني السكيلينج فاكتور بتاعنا واحد ايه، واحد على اثنين. if wire length is unchanged بقول لك اللينس ما تغيرش، وبقول لك constant resistance scaling. تمام، لك زين wire resistance هيحصل لها ايه؟ فاكر القانون بتاع الريزيستنس؟ رو اي ال على ايه في الاتش، الدبليو في الاتش. رو ال على دبليو في اتش. طيب ال رو مش هتتغير، ال بقول لك مش هيتغير اهو صراحة. بيقول لي كونستانت ريزيستنس سكيلينج، كونستانت ريزيستنس سكيلينج الدايمنشن بتسكيل، ال دبليو هتسكيل ولا لا؟ دبليو سكيل. هو انا هو ليه الاتش سكيل بقى؟ يبقى ال دبليو هتقل النص. طب وال اتش الكونستانت ريزيستنس سكيلينج بتسكيل؟ ايوه، مكتوب في المحاضره ان هي تدرف واحد، يعني مش هيحصل لها حاجه. بس انا كنت سالت حضرتك في المحاضره، حضرتك قلت ان احنا بنفترض حاجه زي كده، هنقدر في السكيلينج نعمل اللي احنا عايزينه عادي. يعني ايه بنفترض حاجه زي كده؟ يعني قلت لك في المحاضرة إنها ما بتضربش بتتغير؟ قلت له حاجة اسمعنا بنثبت ال H أيوه وما نغيرهاش، قلت لي عادي احنا بنفترض حاجة زي كده ونشوف المثال عليها. يعني ماشي، واضح إن أنت يعني ما فهمتش الكلام كويس، لأن أنا المهم يعني أنت مقتنع إنها هتتغير ولا مش هتتغير؟ الكلام اللي عندك في المحاضرة بيقول هتتغير ولا مش هتتغير؟ كان في المحاضرة بيقول لي نفسي اتغير. ماشي تمام. فلما ما تتغيرش يبقى W بس اللي قلت النص، لما W تقل النص وهي في الدينومينيتور يبقى الريزيستنس يحصل لها ايه؟ تضرب في نص. تتضرب في اتنين يا حبيبي، ما هي انت بتقسم ايوه انا فاهم ان على هي تبقى دبل، فاهم. انا طبعا. قصدي انا عملت لها كونسيدر ان هي اللي قلتها في المحاضرة، انا فاكر كان في حد بيسأل سؤال بسيط، يعني هل دايما بنخلي الاتش ما بتتغيرش؟ قلت لك في الحقيقة إن اللي بيحصل إن الناس بتوع التكنولوجي بيبتدوا يوزنوا الأمور، وممكن في الحقيقة إن اتش تقل حاجة بسيطة أو ما تقلش من تكنولوجي للتانية، على حسب هو يقدر يصنع إيه ويقدر يستحمل إيه.
بس هي الكونستانت ريزيستنس سكيلينج كرولز، انا ازاي خليت الريزيستنس كونستانت في النورمال واير، في اللوكال واير الريزيستنس بقت كونستانت ازاي؟ ان ال بتقل ودبليو بتقل والاثنين يطيروا بعض، واتش زي ما هي ثابته فرو على اتش ثابت، وبالتالي الريزيستنس ادناها زي ما هي. بس دي مش في كيس الجلوبال واير، يعني هو الجلوبال واير مش هيبقى كونستانت ريزيستنس اصلا. طيب ماشي، التكنيك الطريقه اسمها كونستانت ريزيستنس. يعني كونستانت ريزيستنس دي معناها ان انا اثبت الاتش يعني؟ اذا ما كنتش فهمت كده من المحاضره يبقى انت ما ركزتش. معناها كده تمام، بس انا فكرت انا عملت لها ان هي يعني سكيلينج بصفه عامه، ما قصدتهاش ان يعني فكرتها سكيلينج بصفه عامه. لا، ده اسمه ايديال سكيلينج. في ايديال سكيلينج وفي ايه كونستانت ريزيستنس سكيلينج، دول الاثنين اللي درسناهم في الايه بالنسبه للواير. تمام طيب جميل دكتور اتفضل. هو في نفس السؤال هنا، لو هو قال لي بس جلوبال واير، انا من حقي جاي افترض ان ال ثابته صح؟ جلوبال واير يبقى عايمه، ما انت ما تعرفش جلوبال واير هيحصل له ايه صح؟ بس فانا عشان كده حددت لك اللينس حصل له ايه بالظبط عشان تعرف تحسب. تمام ماشي جميل. حد عنده سؤال تاني في المتر؟ طيب حلو. طيب نشير المحاضرة. أيوة، الفرق ما بين الـ BLA والـ BAL. أنا جاي لك حاضر. تمام، آسف. زميلنا كان بيسأل إن من ضمن الـ implementation strategies الـ programmable، يعني أو اللي هو بيبقى إيه pre-wired arrays. الـ pre-wired arrays يعني موجود فيها الـ إيه؟ الـ gates، وموجود فيها كمان الـ wiring. والفكرة إن أنا بقدر عن طريق switches إن أنا أحقق الـ function اللي أنا عايزها. فقبل الـ FPGA ابتدوا بمحاولات الـ PLA والـ PAL. أنا مش متذكر قوي الفرق بينهم، بس ممكن نرجع للريفرنس اللي هو ربي قايلهم بالتفصيل يعني. بس هو المشكلة إن أنا لما دورت على اختصارات لقيت الـ PAL Programmable Array Logic والـ PLA Programmable Logic Array، وبدل الأسماء بس. الاثنين شبه بعض، بس هو فيهم فرق صغير يعني، هي على حسب ما نفتكر، بس الكلام ده مش دقيق زي كده. زي ما بقول لك ارجع للريفرنس. ال PAL اللي طلعت الأول وكان عبارة عن OR plane وAND plane، يعني gates OR وgates AND، وتقدر تعمل بوليان اكسبريشن عن طريق ان انت تعمل حاجات اند مع بعض وحاجات اور مع بعض فتحقق البوليان اكسبريشن. زي لو فاكر في البوليان اكسبريشن مش كنا بنطلع مين تيرمز سام اوف برودكت، تسمع فاكر فهي ايه شبه كده، بيخليك ان انت تقدر تعمل السام اوف برودكت ده. البي ال اي اعتقد ان هي كده هي سمحت بجيتس يعني مور كومبلكس عن كده، بس مش متذكر قوي ايه بالظبط. وال بي ال ايز لسه بعض الحاجات التطبيقات يعني بعض الشركات بتوفر بي ال ايز حاليا، ما بقتش اوبسوليت قوي يعني، لانها ارخص بكتير من الاف بي جي اي شويه يعني. بتلاقي بعض الابلكيشنز اللي مش محتاجه فيري كومبلكس ديجيتال ديزاين ممكن تستخدم ال بي ال اس.
بس زي ما بقول لك ارجع على الريفرنس. وانا برضو لو ممكن كده ادور على حاجه، لو لقيت حاجه ظريفه اونلاين توضح الفرق، بس ده عشان برضو تبقى عارف، هبقى ابعتها على التيم يعني، بس عشان تبقى عارف دي اوتسايد السكوب بتاع الكورس يعني. انا مش هطلب منك هو ايه البي ال اي وايه البي ال اي، عشان زمايلنا اللي سامعيننا ما يقولوش ايه هو بيتكلم في ايه، فدي بره السكوب بتاع الكورس. اتكلمت هو على الاكستنشن، الاف جي اي. هو الاكستنشن بتاع الجنريتور كان جي جي دي اس 2. طب هو ايه اللي عاب جي دي اس 1 يعني؟ ايه اللي ضافه جي دي اس 2 على كده؟ او لا يعني مش ايه عارف المميزات بصراحة، اللي ما دخلتش في التفاصيل دي. انا اسمع من ساعة ما انا كنت طالب ان الـ ان الـ الفورمات اسمها جي دي اس 2. يعني ممكن يكون 1 ما طلعش اصلا؟ ما اعرفش يا حبيبي، ما يعني ما فضولي ما راحش للحتة دي الصراحة. تمام، شكرا. طيب نفكر نفسنا بقى بالفلو. الفلو كنا قلناه، بس ايه بنعيد عشان يبقى الدنيا ماشية مع بعض في المحاضرة. اول حاجة ان احنا بنتكلم على ASIC flow. الASIC flow يعني ايه؟ يعني انا اخترت الامبلمنتيشن ان هستخدم ستاندرد سيل، وهعمل لاي اوت ديجيتال اوديه للمصنع يتصنع. فاول حاجه في الفلو ان انا اكتب البيهيفير بتاع السيركت اللي انا عايز اعملها بالهاردوير ديسكريبشن لانجويج، اللي هي زي ال VHDL او الفيريلوج. فدي بنسميها RTL ديزاين. RTL اختصار ايه؟ ريجستر ترانسفير لوجيك، بس هي كلمه شائعه بنستخدمها عشان نتكلم على الايه، الهاردوير لانجويج. فالدارج ان احنا بنقول ايه؟ RTL ديزاين. بس اللي احنا بنكتب بايه؟ VHDL او فيريلوج. طيب بعد ما عملت ال RTL ديزاين بقى عندي البيهيفيرال فيو اللي هو الكود بتاعي، ده لازم اتاكد ان هو مظبوط. يعني هاخد اي حد كتب اي كود كده واقول له خلاص حلو احنا صنعه، لازم اتاكد انه شغال. فيبقى في الار تي ال فيريفيكيشن. بعد كده بستخدم تول عشان تعمل خطوه مهمه اسمها لوجيك سينثيسيس. لوجيك سينثيسيس دي عشان تحول الكود ده لجيتس، هي عباره عن برنامج بيقرا الكود سطر سطر ويبتدي يترجم السطر ده معناه ان هيحوله لهاردوير او لجيتس بالشكل الفلاني، السطر ده هيحوله بالشكل الفلاني. فهي تول ظريفه قوي، بتاخد الكود بتاعك وتحاول تفهم الاكسبريشن اللي انت عايز تنفذه وتبنيه بالجيتس. احنا قلنا كل خطوه ديزاين بالازرق، وبعديها لازم اخرج بحاجه اللي هي بالاصفر، وبعديها لازم اتاكد ان هي كويسه بالاخضر. دايما كده ماشي. فعملت اول خطوه طلع لي الار تي ال، عملت الفيريفيكيشن. تاني خطوه لوجيك سينسز، طلع لي جيت ليفل نت ليست اللي بنسميها الاستراكشرال فيو، ولازم اعمل ايه؟ اتاكد ان هي شغاله. يبقى لازم اعمل ايه؟ جيت ليفل سيميليشن عشان اتاكد ان الجيت ليفل بتاعتي شغاله. طيب في تولز بتعرف تعمل ريفرس انجينيرنج، يعني ايه؟ يعني تديها جيت ليفل وتاخد منها هو ايه الاكسبكتد بيهيفير بتاعها. تمام. التول دي اسمها الابستراكشن، برضو الجزء ده اوتسايد السكوب مش هنتكلم عليه في الديتيلز زي بقيه الفلو. ان هو يعني ده محتاج كورس لوحده يعني، وانا شخصيا ما استخدمتوش كتير يعني، قريت عنه بس ما استخدمتوش فعليا يعني. الابستراكشن، ومش كل الشركات يعني، نادرا ما تلاقي شركه بتعمل الموضوع الابستراكشن والفورمال فيريفيكيشن. فالابستراكشن دي بتطلع لي من الجيت ليفل بيهيفير موديل بنسميه الابستراكتد فيو،
ده يبقى الابستراكت فيو ده ايه؟ بيهيفيرال موديل للجيتس. برن عليه طريقه معينه عشان استنتج، يعني انا هقول له شوف انت بتعمل الفانكشن الفلانيه ولا لا. الفورمال فيريفيكيشن دي طريقه معينه عشان اقدر اديتكت الموديل ده بيعمل فانكشن معينه ولا لا. فدي طريقه اسرع من السيميليشن في الديزاينز الكبيره. يعني الديزاينز الكبيره ممكن تقعد تعمل سيميليشن يعني اسبوع ولا اكتر، عشان لو ديزاين فيري كومبلكس. انما الفورمال فيريفيكيشن كورسبوندينج يعني ممكن ياخد له يومين شغل. طيب اطمنت الجيت ليفل نت ليست شغاله، بعمل الفيزيكال سينثيسز. الفيزيكال سينثيسز يعني ايه؟ يعني بحول الجيت ليفل للي اوت. اوكي، فيطلع لي اللي اوت. اللي اوت لازم اتاكد ان هو برضو سليم. اللي اوت عشان يبقى سليم اول حاجه لازم يعدي الرولز اللي حاططها المصنع عشان المصنع يقبله. فالاي ار سي رولز والدي ار سي، الاي ار سي والدي ار سي اللي هي الكتريك رول شيك والديزاين رول شيك، دول الاثنين بيبقوا من نفس البرنامج تقدر ترنهم عشان خاطر ايه؟ تطمن ان الرولز اللي حاططها المصنع متحققه ومفيش فايوليشنز. طيب بعد كده انت عايز تطمن ان اللاي اوت اللي طلع ده مفيش جيت وقعت في السكه او في توصيله اتعملت غلط. عشان كده بتعمل حاجه اسمها LVS. LVS ده بيراجع ان كل سيل موجوده في اللاي اوت قصادها سيل في الجيت ليفل نفس السيل نفس النوع يعني. اوكي، بنفس السايز اللي متحدد في الجيت ليفل. وكمان الكونكشنز، كل الوايرز اللي موجوده في الجيت ليفل قصادها وايرز موجوده في اللاي اوت واصله بنفس الطريقه. فده الايه؟ ال LVS. طيب كده انا اطمنت ان اللاي اوت ما اتعمل زي الجيت ليفل بالظبط. ممكن اطمن اكتر؟ اه ممكن اطمن اكتر عن طريق ايه؟ ان انا بعمل parasitic extraction. الوايرز مفروض ليها resistance وcapacitance زي ما احنا درسنا، وبالتالي ال parasitics دي ممكن تأثر على performance. صح، اللود على الجيتس حياتي يختلف، الوايرز ليها delays، الديلي الاجمالي هيختلف. فبيبقى عندي extracted netlist. ال extracted netlist بعمل باخدها بيبقى فيها كمان البارازيتكس، يعني بتبقى نت ليست زي الجيت ليفل بس زياده عليها البارازيتكس، واخدها اعمل لها سيميليشن اطمن ان هي شغاله مظبوط. في الحقيقه ان في خطوه برضو في النص كده هنقولها برضو، احنا هنقول كل الخطوات دي بالتفصيل. ان البارازيتكس دي في الاكستراكتد نت ليست بنترجم البارازيتكس لديليز. يعني التولز بتاعت البارازيتك بتطلع ار او سي، بس البرنامج اللي بيطلع الاكستراكت نت ليست في اوبشن ان انت تحول الار او سيز دول عن طريق برضو سم موديلنج لديليز، بحيث ان انت لما تيجي تعمل سيميليشن للجيت ليفل يبقى موجود فيها الديليز فتطلع لك في السيميليتر. اوكي، طمنت كده لما لقيت بقى بالديليز كمان الدنيا شغاله، انا كده اطمنت على الاخر. اروح اعمل اخر خطوه اللي هي ان انا اجنريت الجي دي اس 2 اللي هو الفورمات اللي بيقبلها المصنع وابعت الحاجه للمصنع. ماشي، يبقى هو مامل لي اربع خطوات ديزاين، او يعني ثلاث خطوات ديزاين الاخر. ان انا جنريت الجي دي اس دي عباره عن زرار بدوسه بيطلع لي اوت، ما فيهاش يعني فكر من اليوزر يعني. تمام، فهي ثلاث خطوات مني واكثر منهم عشان اعمل فيريفيكيشن. يعني هتبص تلاقي ممكن اعمل
أربع أو خمس خطوات فيريفيكيشن. طيب نيجي نقول بقى كل حاجة بالتفصيل. إحنا قلنا يعني إيه RTL واتكلمنا على الفيريفيكيشن برضو في المحاضرة اللي فاتت، فمش هنعيد الكلام ده. وقلنا إن ممكن نعمل الفيريفيكيشن بأكتر من طريقة، واللوجيك سينسز زي ما لسه قايل إن إحنا التول بتمسك الكود بتبارس الكود سطر سطر وتبتدي ان هي تجنريت السيركت اللي ايه اللي تنفذ السطر ده. هنشوف لسه احنا هنشوف ان شاء الله ال بي اتش دي ال بيتكتب ازاي، وممكن ساعتها نتكلم برضو على السينثيسز بشكل يعني في تفاصيل اكتر. طيب ثالث خطوه الفيزيكال ديزاين هنتكلم عليها هنا بالتفاصيل اكتر عشان مش هنتعرض لها بعد كده. الفيزيكال سينثيسز بيتقسم ل ثلاث حتت. اولا هو ايه الفيزيكال سينثيسز؟ انا باخد الجيت ليفل وبطلع منه لاي اوت، تمام. طيب اللاي اوت ده انا بحدد له كونسترينز، يعني التول لازم تبقى عارفه بعض المعلومات زي الاريا بتاعت اللاي اوت اللي انا بحدد ان التول تشتغل فيه. يعني مثلا انا عايز اللاي اوت ياخد اريا زي ما هو عايز، ولا يبقى مثلا عامله مربع، عامله مستطيل، مقاسه كذا في كذا. انا اللي بحكم عن طريق ايه؟ عن طريق التيم بتاع الانتجريشن اللي بيقول البلوك بتاعي ده هياخد من الشيب المساحه الفلانيه. طبعا جابها منين؟ جابها استيمت، يا اما من الديزاين اللي قبل كده، لا اما من عدد الجيتس. بيحاول يعمل استيمت ويحاول ان هو يقسم الشيب على البلوكات بحيث ان تطلع شكلها مربع واصغر ما يمكن. اوكي، عشان كده بيبقى عندي كونسترينت اريا، انا عايز الديزاين يطلع في اريا قد كذا. سيجنال ديليز، انا مش عايز مثلا لما اجي اعمل اللي اوت الاقي ان الديلي فلت نتيجه الوايرز الطويله، فممكن احط كونسترين على السيجنال ديلي بحيث ان يبتدي هيلاقي ان هو ضاف واير طويل، الديلي باظ عن الكونسترين او عن القيمه اللي انت حاططها له، يبتدي انه يقرب المسافه بين الجيتس اللي على الكريتيكال باس بحيث ان هم ايه ما يعملوش ديلي كبير. ممكن تحدد له، بس الكلام ده كان زمان، حتة مخصصة للوايرز ما يتحطش فيها جيتس، بس الوايرز بتمشي بقى فوق جيتس فخلاص، يعني الكلام ده بدخل ان انت تحدد. في بعض التولز بتاعت الفيزيكال سينسز بتديك استيميت للباور وتبتدي ان انت ممكن تحدد انا مش عايز الباور تزيد عن قيمة معينة. واخيرا في تولز، بس دي مش يعني ما هياش بوبولار قوي، ان بتحسب الكروس توك. يعني بتبتدي ان انت تنقي سيجنالز وتقول شوف في كروس توك بينهم قد ايه، عشان ان انت خايف ان يحصل كروس توك على السيجنالز دي، تبتدي ان التولز دي تحسب الكابلنج كاباسيتنس وتحسب ممكن يحصل كروس توك قد ايه. بس دي يعني مش كل التولز في السوق يعني بتسابورتها، انت محتاج تشتري تول مخصوص للكروس توك. ماشي. طيب الفيزيكال ديزاين بيتقسم لثلاث حتت. فلور بلانينج الاول، ان انا اخطط الشيب بتاعتي، بعدها بليسمنت، بعدها راوتينج. الفيزيكال ديزاين ثلاث حتت، فلور بلانينج وبليسمنت وراوتينج. الفلور بلانينج اوبشنال لو عندك ديزاين كبير، انما البليسمنت والراوتينج ده اساسي. طيب الفلور بلانينج بنقول لو عندنا اكتر من بلوك ببتدي ان انا افاضل مواقع البلوك الانسب ايه، بحط كل بلوك في كل حته كده بمزاجي عشوائي؟ لا، ببتدي ان انا اشوف الكونكشنز، او التولز بقى بتشوف الكونكشنز اللي بين البلوكات وبعض، وتبتدي البلوك اللي هايلي كونكتد زي الايده تحطه في النص، تمام، وتقرب المسافه بين البلوكات اللي بينها كونكشنز اكتر. اوكي، يعني ده بين A و E مثلا هنا اربعة كونكشنز بس، حطيتهم بعيد عادي، انما الكونكشنز الكتيرة زي D و E
لزقتهم في بعض. طيب مش بس كده، كمان دي ممكن كمان تقلب الاورينتيشن بتاع البلوك. يعني انت البلوك له انبوتس واوتبوتس، تمام؟ الانبوتس جايه من انهي اتجاه واوتبوتس جايه من انهي اتجاه ورايحه من انهي اتجاه، انت تقدر تغير الاورينتيشن بتاع البلوك. يعني بلوك مثلا بي، لو الكونكشنز اللي مرسومه او يعني في الموديل بتاع البلوك الاوتبوتس من فوق، تقلبها بحيث ان الاوتبوتس تبقى من تحت عشان توصل للبلوكات اللي تحت. كمان ممكن تلفه زاويه 90 لو المساحه انسب انه يبقى روتيتد تروتيته، فتقدر تعمل ميرورك وتقدر تعمل ايه روتيشن للبلوك، بحيث الهدف في الاخر ايه زي ما قلنا اهو، keep highly connected blocks physically close to each other. تأثر يبقى هي بتoptimize الايه الconnection lens. طب connection فينها ما اتعملتش connection، بيبقى في model للconnection بتعد بس هو كام signal هتوصل من ده لده، وبتعمل لها model based على distance، لان انا لسه ما وصلتش حاجة ولا اعرف الوير lens شكلها قد ايه، فدي مبدئيا. طب بقى خلاص يعني بتديني ايه في الاخر خطوة الفلور بلانينج؟ السايز واللوكيشن بتاع كل بلوك. انا بركز على الكلام ليه؟ عشان الام سي كيو لما هتيجي في الامتحان اقول لك مثلا ايه اللي بيطلع من الفلور بلانينج، تبقى انت فاهم الفلور بلانينج بس ايه تايه بقى مش عارف ايه اللي بيطلع بالظبط. عشان كده ركز في الحاجات، ايه اللي بيطلع، التول بتعمل ايه، الخطوة بتعمل ايه، تمام؟ طيب هنمسك بقى البلوك. البلوك بتعمل له خطوه مهمه اسمها ايه؟ البليسمنت. البليسمنت ده ان انا عارف البلوك ده متكون من سيلز، فالجيت ليفل عندي سيلز وواصلين ببعض ازاي. خطوه البليسمنت هي بتمسك من الانبوتس اللي جايه في الجيت ليفل، بتحددها من على البلوك. مثلا ايه الانبوتس جايين من الناحيه اليمين سوري الشمال، فتبدا اول جيت هتوصل بالانبوت تحط في ايه اول صف اهو على الشمال خالص، اللي بعدها على مثلا لو البن اقرب لتاني صف تحطه في تاني صف على الشمال خالص وهكذا. طب الاوتبوتس بتاعه الجيت دي هتوصل بجيت تانيه، فتقوم جايبه الجيت التانيه جنبها وهكذا، تبتدي ترص اللاي اوت بتاع السيلز بحيث انها تقلل الطول بتاع الكونكشنز، تمام؟ دكتور لو سمحت اتفضل. يعني بتحط اماكنهم تاني ازاي؟ معلش بترصهم جنب بعض، يعني اقرب حاجه لو الانبوت مثلا عند مكان ما انا واقف في الكرسر هنا، اول جيت هيخش عليها الانبوت تقوم حاطها هنا، لو في جيت تانية هيخش عليها الانبوت تحطها جنبه، تقرب المسافة بتاعة الوايرز. ده مخها كده البليسمنت، بيحاول انه يرص الجيت اللي اوت بتاع الجيتس بحيث انه يقلل الواير لينز، بيقلل الكونكشن لينز. تمام يا دكتور. ماشي جميل جدا. طيب يبقى البليسمنت رصت بس الجيتس في الاماكن دي بس ما وصلتهاش، ما عملتش الكونكشن. الخطوه انها بس حطت اللي اوت بتاع الجيتس. يجي الخطوه الثانيه اللي اسمها الراوتنج، هي دي بقى اللي ايه بعد ما السيلز اترصت انا عايز اوصل الاوتبوت بتاع السيل الفلانيه للانبوت بتاع السيل الفلانيه وهكذا، فدي بتعملها تول مخصوصه هي اللي ايه الراوتنج. والراوتنج بيتقسم على خطوتين، جلوبال راوتنج وديتيلد راوتنج. الجلوبال راوتنج هو الاهم، ان هو بيبتدي يشوف الكونكشنز اللي عايز يعملها ويحدد لها المسار، يحدد المسار اللوكيشن بتاع الواير، ان الواير هيمشي في الحته دي يمين وبعد كده هينزل لتحت وبعد كده هيفرع مثلا عشان يوصل لهنا ويوصل لهنا. ده اللي بيعمله ايه الجلوبال راوتنج. الديتيلد راوتنج هو ما عليه ان هو بقى يبتدي يرسم باللي اوت
ميتال 1 مثلا يجيبه ويرسم الواير اللي متحدد له المسار بتاعه من جلوبال راوتر، ومثلا لقى عقبه انه محتاج يطلع لميتال 2 يقوم عامل فيا وطالع لميتال 2 وهكذا. يبقى دي مسؤوليه ايه؟ ان بحدد انهي ميتال لاير وارسم فعلا اللي اوت ده الديتيلد راوتر. الجلوبال راوتنج هو اللي بيحدد المسار. تمام؟ طيب دكتور، طب سؤال يعني ممكن طيب هو احنا السيلز بتبقى ستاندرد سيلز قاعده على يعني تحت لاير 1 تحت الميتال لاير رقم 1، طب ازاي الميتال لا 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 السيلز ممكن تستخدم ميتال 1 وميتال 2، ما هي عايزه توصل الترانزستورز اللي مكونه السيلز ازاي هتوصل. ما انا فاهم، انا فاهم ده، انا كل سؤالي السيلز ستاندرد سيلز. نعم للاسف مش حاطط صوره للستاندرد سيل، ممكن ابقى ماشي. انا فاكر اللاي اوت، يعني احنا في اللاي اوت تقريبا مثلا الفي دي دي بيبقى فوق والجراوند بيبقى تحت، بحيث ان احنا بنوصل على الريلز دي الباور. تمام، طب البنز بقى بتاعت اللوجيك بتاعت السيلز نفسها دي انا ازاي بنزلها من ميتال 1 وبخرجها لفوق مثلا عشان اوصلها بسيل تاني؟ عادي بتنزل يعني بتعمل حته واير وتنزل لها بالفيا وتنزل بقى بعدها للكونتاكت. مش المفروض ميتال 1 ده مثلا كله بيبقى في اتجاه واحد، كله بيبقى هوريزونتال عشان يبقى ماشي مع الريلز؟ بص بص استنى اشير لك البتاع دي المحاضره اللي فاتت عشان تشوفها. تمام. بص السل بيبقى بالشكل ده، لما ارص السل جنبها الفي دي دي بيوصل بالفي دي دي والجراوند بيوصل بالجراوند. مظبوط دايما برصه برص السيلز برص السيلز جنب بعض في شكل روز بالظبط. ماشي، فبحس ان ايه الفي دي دي يوصل مجرد ما لزقتهم في بعض ايه الفي دي دي وصل والجراوند وصل. فاضل ايه مثلا A1 و B1 و Z اللي هو الاثنين input وال output، هيوصل ازاي؟ موجودين هنا مثلا على ايه metal 2. فيبقى انا ك detailed router عارف المسار، المسار مثلا من A1 عايز اوصل لنقطة بعيدة خالص على اليمين، فمثلا همشي بميتال 2. لو انا عايز امشي بميتال 2 هقوم موصل كده بس ما مشيش عشان ابعد عن الحته بتاعت الميتال 2 دي وابعد عن اي ميتال 2 تاني، بحس ان هي ما اعملش شورت سيركت فحد المسار. لان الميتال 2 بيبقى كله هوريزونتال او فيرتيكال اي حاجه، يعني المهم كله يبقى ماشي في اتجاه واحد. تمام. لو عندي كونسترين هنا واضح اهو ان في حاجات ماشيه بالطول وبالعرض عادي. لو انا عندي مشكله او يعني المصنع بيقول لا لا تمشي بالطول لا تمشي بالعرض، هشوف اللاير مثلا ايه ميتال 2 وليكن بيمشي بالعرض، يبقى همشي حبه كده وبعدين لازم ايه امشي فوق فاطلع لميتال 3 امشي فيرتيكال شويه وبعدين ايه او امشي من فوق الايه ال لما مش هعرف امشي دي هوريزونتال ماشي ميتال 3 اطلع فوق مثلا شويه وبعدين على حسب انا عايز امشي يمين ممكن ارجع لميتال 2 عشان ميتال 2 فاضي وامشي كده. فالتول هي اللي بتختار تمشي على حسب الرولز ال بتتبرمج في التكنولوجي فايلز بحيث ان الراوتر يفهمها. يقول مثلا لو في كونسترين ان ميتال 2 ما يمشيش غير بالطول فهتتحدد ميتال 3 يمشي بالعرض هتتحدد، فهو بيبتدي يختار الميتالز عشان يمشي على المسار اللي اتحدد له.
كده انا جاوبت على سؤالك، لان انا برضو مش فاهم السؤال قوي. جاوبت على سؤالك. وانا يعني انا افهم من كده يعني ان ان مثلا السيل على عرض السيل كله يعني بيبقى فيه كذا، بيبقى فيه كذا مثلا زي فيرشوال راوت ممكن الراوتر يستخدمه ويحط حته ويحط ميتال عليه، صح؟ مش م... لا هو الراوتنج موديل بيقول انا الاماكن دي هي الانبوت والاماكن دي الاوتبوت. الجلوبال راوتنج هو اللي بيحدد المسار. يعني انت عندك كده عايز توصل ايه ده A1 بحاجه تانيه بعيده، الجلوبال راوتنج هو اللي حدد المسار. الديتيلد راوتنج هيبتدي يرسمه بس. انما المنطقي ان ايه، لو انا مستخدم جوه السيل ميتال 1 يبقى ما ينفعش اوصل بميتال 1 برضو. الحاجات دي بتبقى متحدده في التكنولوجي فايل اللي بيساعد الراوتر انه يفهم التكنولوجي ويفهم الرولز، عشان لما يجي يرسم واير ما لازم يرسمه بالمقاسات الصح. تمام يا دكتور. اوكي تمام دكتور، هو ال VDD والجراوند بيبقى ميتال 1 ولا بتبقى اعلى ميتال، اعلى لاير فوق؟ والله بص على حسب السيلز. يعني هو رسم هنا مثلا ميتال 1، فبينزل من الجريد او من التوصيله الكبيره، الشبكه الكبيره بتاعت ال VDD، ينزل يوصل بالميتال 1 بتاعت ال VDD البرو ده، والرو ده يمشي بميتال 1 عادي. بس الديفولت او الافضل ان احنا نوصل ال VDD والجراوند فوق، علشان دي توصيلات كبيره وبتوصل لامتدادات كبيره، صح ولا انا فاهم حاجه لا غلط؟ بس السيل المفروض ما تشغلش الميتال وايرز اللي فوق عشان خاطر يبقى فاضيه قدامك عشان توصل بيها الحاجه اللي انت عايزها. تمام، شكرا. فعاده السيلز بتاخد الميتال 1 وميتال 2 والباقي بيبقى ايه فاضي قدامك عشان توصل السيجنالز وتعمل الباور ديستريبيوشن نتورك، الشبكه اللي انت يعني دي دي وجراوند بيوصلوا الاخر بينتشروا ازاي. لو ده مثلا الشيب بيبقى لهم زي شبكه كده بتغطي الشيب دي على الميتال لايرز اللي فوق، وبعد كده تنزل توصل على الروز بتاعت الايه السيلز. واحنا بنتكلم في كام ميتال لاير على كده، من اقل في بروسيسور التكنولوجي يعني تيبيكالي بنتكلم في 6 ميتال لايرز، ممكن اكتر في ميتال لايرز. واعلى حاجه وصلوا لها ايه؟ اعلى حاجه وصلوا لها يعني في 9. هو مش 9 دي ممكن يسخن اكتر من اللازم؟ هما بيحسبوا كل حاجه، ما يعني كل حاجه بيتعمل حسابها. تمام، شكرا. طيب الـ ERC والـ DRC زي ما قلنا دي رولز حاططها المصنع. نرجع للفلو عشان معلش الأسئلة زمايلنا اللي ممكن يبقوا فصلوا من الأسئلة، احنا بنكمل الفلو. بعد ما خلصت الراوتينج يبقى انا كده اللاي اوت بتاعي جاهز، عايز اطمن ان هو بيحقق الرولز اللي حاططها المصنع. فالرولز بتاعت المصنع احنا سمعنا عن DRC، الرولز كمان في ARC. قلنا برضو في المحاضرة اللي فاتت الـ ERC دي electric rules عشان خاطر لو بقى مع التكنولوجيز الحديثة بقى عندي ترانزستورز مخصوصة لسبلاي معين وممكن استخدم اكتر من سبلاي دومين في الدايرة، وبرضو بيبقى فيه لازم ان انا ايه ما وصلش غلط. المصنع بيحط rules عشان يضمن ان التوصيلات بتاعة التايب ده من الترانزستور ماشية بالسبلاي دومين الصح. فما علينا، المهم اسمها electric rules و design rules، دي geometric rules اللي احنا ايه خدنا فكرة عنها في الموديول 1 اللي هي الـ DRC. طب بعد كده في الـ LVS، زي ما قلنا الـ LVS بيعمل ايه؟ بيقارن الـ layout بالـ gate level. طب بيعملها ازاي؟ في الحقيقة انه بياخد الـ layout يعمل له extraction، برامج مخصوصة
بتمسك اللي اوت حته حته، تبتدي انها تلاقي السيل فتقوم واخده السيل، تلاقي الواير فتقوم رسمه الواير او عامله الكونكشن بتاعت الواير، بحيث انها تطلع من اللي اوت اكستراكتد نت ليست من غير بارازيتكس، بس مطلعه ايه السيلز ومطلعه الوايرز. فدي سهل بقى انها تتقارن بالايه بالجيت ليفل اللي عندي. بعد ما تطلع الاكستراكتد نت ليست دي تبتدي تشوف السيل الفلانيه موجوده هنا، موجود قصادها هنا، اه موجود الكونكشن السلكه دي موصله كذا، الانبوت بتاع كذا او الاوتبوت بتاع كذا بالانبوت بتاع كذا، يبقى تشوف السلكه اللي قصادها في الاوتبوت بتاع كذا واصل فعلا بالانبوت بتاع كذا، يبقى اه تمام. فدي الكومبارزن دي بتتم برضو اوتوماتيك، والريبورت بتاع التول ال في اس يقول لك اه يا اما الدنيا تمام، يا اما بيديك حبه ايرورز كده كتار قوي. لو حتى لو يعني للاسف لو سلكه واحده اتعملت غلط او كونكشن واحده اتعمل غلط، يبتدي ان هو يلاقي اختلافات كتير، بيديك ايه ايرورز كتير، بس ممكن تبقى السبب فيها سلك كونكشن واحد. طيب احنا بعد كده احنا قلنا اطمننا، فاضل لنا خطوه ايه؟ ان انا اكستراكت البارازيتكس واعمل بوست لاي اوت سيميليشن عشان اطمن كمان من البرفورمانس. البارازيتك اكستراكشن هي تولز مختلفه شويه بقى، بتعمل اكستراكشن ويز بارازيتكس، يعني فيها نفس الجزء انها من لاي اوت هتطلع السيلز وهتطلع الوايرز، بس كمان هتطلع للواير الريزيستنس بتاعته والكاباسيتنس بتاعته. طيب بعد كده عندي تو اوبشنز، لو انا هسيميليت سبايس، لو انا هسيميليت سبايس هسيبها ار وسي عشان السبايس ما يفهمش غير السيركت اليمنتس، ترانزستور ريزيستنس كاباسيتور وهكذا، ولازم احول النت ليست دي لسبايس. وانا بايدي بقى مفيش حاجه اوتوماتيك في الحته دي، الحته دي مش اوتوماتيك، الاوتوماتيك بس الجزء اللي فوق الاكستراكشن، انما انا هحسب لي دي واطمن انها محققه نفس الريزلت زي الجيت ليفل اللي انا اوريدي عملت لها سيميليشن. انا الجيت ليفل اصلا عامل لها سيميليشن، فاقارن دي بدي، هو الديزاينر هو اللي هيكمبير ويقول الدنيا مقبوله ولا لا. الاوبشن الثاني ان اخلي الاكستراكشن تول تترجم لي الار والسي دي لديليز، واقدر بعد كده اسيميليت بالموديل سيم او بالايه بالديجيتال سيميليتور مش سبايس. فلو انا هستخدم لوجيك سيميليتور يبقى انا محتاج اكونفرت الار و سيز دول لديليز، او اخلي يعني طول تكونفرت الار و سيز دول لديلي عشان اللوجيك سيميليتور يقدر يشتغل، ان اللوجيك سيميليتور بيبقى في الاخر ايه بي اتش دي ال او فيريلوج، ما يفهمش ار وما يفهمش سي. اوكي تمام. الابستراكشن اتكلمنا عنه، انا مفيش كلام زياده. نيجي للايه للاف بي جي اي بقى، هل الاف بي جي اي الدنيا هتختلف في الفلو؟ اكيد طبعا. ليه؟ لان انا في الاف بي جي اي انا ما فيش لاي اوت، انا السيركت معموله وانا بحدد سويتشز اماكن ايه اللوك اب تيبل هخزن فيه ايه، والواير السويتشز انهي اللي هتعمل للتوصيل. ففي اختلاف جوهري في الفيزيكال فيو، في اختلاف جوهري بين الاف بي جي اي والايسك في الفيزيكال فيو، بس الباقي مش مختلف. يعني انا لما هكتب كود هو نفس الكود، هعمله ايسك هعمله اف بي جي اي، هي نفس الفانكشن اللي انا عايز احققها، وبالتالي behavioral view لازم هتبقى هي هي، وهتعمل معاها بنفس الطريقة ان انا هعمل لها RTL verification. والجيت ليفل كمان هتبقى هي هي، انا بداية انا عايز برضو من البيهيفير ده اعرف هعمل الكلام ده كجيتس ازاي. هتقولي بس الـ FPGA ما فيهاش جيتس، انت عندك
لاتشز واللي هو اللوك اب تيبل، بتخزن القيم في اللوك اب تيبل. هقول لك اه، ما هو اول خطوه بقى بعد ما اطلع الجيت ليفل، عشان انا بطلع الجيت ليفل عشان ايه؟ مش عشان الجيتس، عشان البوليان اكسبريشن. بعمل حاجه بقى اسمها مابينج، بماب من الجيتس دي لللوك اب تيبل. يبقى المابينج ده هو الايه؟ كلمه السر، انه ايه بياخد الجيت ليفل دي عشان خاطر ايه؟ انه لما وصل للجيت ليفل بالبيهيفير ما يعرفش يخزن، هيخزن ايه في اللوك اب تيبل؟ البيهيفير هيقول له بيهيفير. لما الجيت ليفل سهل بقى، الجيت ليفل بقى فيها بوليان اكسبريشن، فسهل يحسب البوليان اكسبريشن ويخزنه في الايه؟ في اللوك اب تيبل. فدي خطوه المان. وبعد كده بقى مختلف، يبقى هعمل اللي فوق هو هو بالظبط زي الايسك. اعمل لوجيكال سينسز واطلع جيت ليفل واعمل لها سيميليشن واطمن انها شغاله قبل ما اقول ايه يلا اعمل ايه الاف جي. بعد كده الماتنج زي ما قلنا هيحدد ايه اللي هيتحط في اللوك اب تيبل. البليسمنت هيحدد اماكن اللوك اب تيبل اللي تحط فيها الفانكشن. الراوتينج هيختار السويتشز اللي تعمل الكونكشن، صح؟ وصل للاف جي فيزيكال فيو اللي هو ايه؟ البروجرامينج اللي هيعمله عشان ينفذ السيركت على الاف جي. يقوم ايه؟ انت دايس على زرار برضو في التول تطلع لك البيت ستريم اللي هو الزيروز والوانز اللي هتتخزن في السويتشز وفي اللوك اب تيبلز، ما بيت ستريم جنريشن. ومجرد ما طلعت البيت ستريم دوت على الكمبيوتر بتاعك، بتقوم موصل الـ FPGA بسلكة مخصوصة ومنزل البيت ستريم دوت على الـ FPGA. فيبقى اسمها الخطوة دي انك برمجت بقى الـ FPGA، فدي اسمها FPGA Program. طيب قبل ما برمج الـ FPGA، هل ممكن برضو زي الـ Post Layout Simulation ممكن اطمن الدنيا هتشتغل، هتبقى شغاله البرفورمانس شكله ايه؟ فاه برضو ممكن. خطوه اسمها باك انوتيشن، دي هنتكلم عليها بالتفصيل. دي بتطلع لي ديليز للكونكشن، والكونكشن دي بعمل ايه؟ تايمينج سيميليشن عشان اطمن ان الايه؟ ان مع الديليز الدنيا شغاله. هنتكلم على الجديد ده بالتفصيل دلوقتي من اول المابي. المابينج، انا عندي جيتس تمام وعندي لوك اب تيبل. بالراحه حبيبي ايه اتفضل. هو انا بعمل تجربه على الاف بي جي اي ولا السيستم اللي انا هشتغل عليه او اللي انا هبيعه انا مصممه ان انا هشغله على الاف بي جي اي؟ اللي يعجبك، دي مقبوله ودي مقبوله. اصل لو انا بجرب على الاف بي جي اي، ايه لازمه ان انا اعمل سيميليشن للديلي؟ ما انا اصلا هعمل سيستم على سيركت تانية خالص، وانا فاهم حاجه غلط. لا ما مش فاهم حاجه غلط، بس يعني السؤال انت ذات نفسك جاوبت عليه، مش عارف ايه ال يعني مش شكل يعني الاجابه يعني. يعني انت يعني انت لو انا بعمل مش هتعمل السيستم على اف بي جي اي، رايح تجرب على اف بي جي اي ليه؟ لو هي ار تي ال فيريفيكيشن ماشي بالظبط، احنا قلناها قبل كده صح. يبقى ما انا لو عملت كده يبقى مش هقدر، يبقى ما ينفعش اعمل ديلي سيميليشن او تايمينج سيميليشن. ماشي يا حبيبي ما تعملهاش، انت قال لك اعملها. تمام شكرا. بنقول ان احنا في الخطوه بتاعت المابينج انا ببتدي اجمع السيلز بحيث ان انا املا اللوك اب تيبل. اللوك اب تيبل زي ما احنا شفنا له مثلا 4 انبوتس، فابتدي اجمع سيلز بحيث يبقى عندي 4 انبوتس واشوف الاوتبوت شكله ايه، واخزن التروث تيبل بتاعه في اللوك اب تيبل. فهنا مثلا لو انا عندي في الـ FPGA كذا مقاس من اللوك اب تيبل، فهنا مثلا اللوك اب تيبل ده داخل له 2 انبوت، هنا داخل له 2 انبوت، هنا داخل له 3 انبوت، هنا داخل له 3 انبوت. مش شرط استخدم الـ 4 انبوت،
على حسب ايه التول، بتبتدي انها تقسم الجيت ليفل عشان لحد على ايه، عشان تبني البوليان اكسبريشنز وتوصلهم ببعض. فده مثال يعني، ما تدقش عليه قوي بس انت فهمت الايه المابينج بتعمل. طيب الهدف الاساسي في او التول بتاعت المابينج دي بتوبتمايز ايه؟ كل تول بتوبتمايز حاجه. يعني ايه بتوبتمايز؟ يعني بتحاول ان هي تخليها احسن ما يمكن، زي ما اتكلمنا مثلا في الايه الفلور بلاننج، بيحاول يوبتمايز يمينيمايز الراوتينج ديستانس، يقلل الكونكشن ديستانس بين البلوكات وبعض. البليسمنت بيحاول يمينيمايز الواير لينث بيزد على الموديل، عشان كده بيقرب السيلز اللي هتوصل ببعض ببعض. هنا بقى المابينج بيحاول يوبتمايز ايه؟ بيحاول يوبتمايز انه ما يستهلكش لوجيك بلوكس كتير، ما يستهلكش لوك اب تيبلز كتير، يحاول يجمع الدنيا مع بعض من الجيتس بحيث انه يستهلك اقل عدد من اللوجيك بلوكس. تمام؟ وبرضو انت اوبشنالي ممكن ده لو انت مهتم بالاريا. طب لو انت مهتم بالديلي اكتر، يبتدي ان هو يجمع الفانكشن اللي الديلي بتاعها كريتيكال في لوك اب تيبل واحد، عشان على قد او اقل عدد من اللوك اب تيبلز، لان اللوك اب تيبل الديلي بتاعه هو عباره عن ايه؟ مالتيبلكسر والواير. تمام؟ فلو حاجه حسابات هتاخد وقت طويل وانت مهتم انك تقلل الديلي، يحاول يدمجها في لوك اب تيبلز اقل بحيث انه يحقق الديلي اللي انت عايزه. فده شغلة الايه المابينج. طيب دكتور اتفضل. وانا بقى عندي كذا لوك اب تيبل سايزنج مختلفه، ولا هو واحد بس وانا بختار منه عدد الانبوت اللي انا عايزها والاوتبوت؟ في المثال اللي مرسوم ده، وعشان كده قلت لك ما تدقش، عندك كذا سايز، وعشان كده كل سايز حاطط لك لون. بس في يعني اللي انا يعني تيبيكالي بيبقى عندك سايز واحد. اوكي تمام يا دكتور. ماشي. طيب هنا دكتور عندي سؤال. اتفضل. هو اللوك اب تيبل ده زي حاجه كده بتخزن البروجرام بتاع اللي انا عايز انزله، يعني بتاع الار تي ال، ولا بيعبر عن ايه؟ لا معلش، ارجع للمحاضره اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت، مش فاكر يعني انا بالظبط، هتلاقيني هتلاقي الاجابه، بس عشان ما نعطلش الدنيا اكتر من كده. اللي ما كانش اذا رجعت المحاضره وما فهمتش ابعت لي السؤال على الشات. تمام معلش، بس عشان واستاذنكم نخلص بس الجزء بتاع الاف جي فلو من غير اسئله، وبعدين ايه اقول لك اللي عنده اسئله يتفضل. ماشي. البليسمنت بقى بيعمل ايه؟ بيبتدي يشوف ادي الاف جي اي ك ريبريزنتيشن لللي اوت بتاعها. عندي زي ما قلنا ان هو فابريك، صح؟ اللوك اب تيبلز مرصوصه 2 دي طوله بالعرض والكونكشنز بينهم، فدي كانها جرافيكال ريبريزنتيشن للايه اللوك اب تيبلز. فيبتدي ان هو ايه يختار هو هيستخدم انهي. فهنا مثلا نستخدم الاخضر، فابتدى ياخد ايه في طريقة يبين لك هو ايه اللي مستخدمه بالظبط. استخدم ده، استخدم ده، استخدم. يبقى البليسمنت بيبتدي يشوف ايه، بيشوف الانبوت جاي منين. انت اول خطوة في البليسمنت بتختار الانبوتس هتوصل على انهي رجل، الانبوتس والاوتبوتس طبعا هيوصلوا على انهي رجل. فيبتدي ان هو يختار اللوك اب تيبل اللي هيحط فيه الفانكشن قريب من الرجل بتاعت الانبوت، عشان ما يمشيش مسافات طويلة ملهاش لازمة. اللوك اب تيبل اللي هياخد الاوتبوت بتاعه يبقى جنبه، اللوك اب تيبل اللي هيطلع الاوتبوت يبقى جنب الاوتبوت. فبيحاول انه يرص او يختار اماكن اللوك اب تيبلز كانه بيرصها، يعني اللي هيستخدمها، بحيث انه يقلل المسافة بين الايه بين الانبوتس واللوك اب تيبلز اللي هو مختارها واللوك اب تيبلز وبعض واللوك اب تيبل والاوتبوت.
فخطوه البليسمنت هو بينقي انهي لوك اب تيبل بيديتيرماين السبيسيفيك لوكيشن بتاع كل ايه لوجيك بلوك اللي اختاره من الفابريك. طيب ممكن يلاقي انه لما حط الحاجات قريبه من بعض مش عارف يوصلها، مش هيعرف يوصلها، ما هو عارف انه عنده عدد وايرز مثلا بين الرو والتاني او الكولوم والتاني 5 واير. طب لما لقى ان هو هيستخدمهم كلهم ممكن ما يقدرش يحط واحدة تانية تمشي في نفس السكة، فيبتدي يبعد مكان الايه اللوك اب تيبل بحيث انه يأفويد الكونجيستشن، يأفويد اختناق في الايه في الرو. يبقى الحاجتين اهو، ان الحاجه تبقى قريبه من بعض بحيث ما يطولش الكونكشنز، ولو لقى ان الوايرز بما ان الوايرز محدوده لو لقى ان يحصل في كونكشن يبتدي يبعد عشان يأفويد الكونجستشن. ده البليسمنت. الراوتينج بسيطه خالص، بيبتدي ان هو يحدد المسار اللي هيمشي فيه اللي السيجنال هتمشي فيه عن طريق السويتشز، يقول السويتش ده اللي هيبقى اون بحيث اوصل بالسلكه دي، وبعد كده السويتش ده اللي هيبقى اون عشان خاطر اوصل بالسلكه الثانيه دي، والسويتش ده هيبقى اون عشان اوصل بالسلكه الثانيه دي. ولان الراوتنج هنا اوريدي الوايرز موجوده فمش محتاج يتعمل على خطوتين. اوكي طيب جميل جدا. الاختلاف بعد كده في ايه؟ بعد ما عملت الراوتينج ممكن اعمل ايه؟ انا مش محتاج اعمل بقى ERC ولا DRC ولا LVS، انا فاضل لي ان انا اعمل ايه عشان اطمن؟ الباك انوتيشن والتايمينج سيميليشن او التايمينج اناليس. التولز بتاعت الـ FPGA بعد ما وصلت خلاص خلصت الراوتينج بقى عندها موديل واضح جدا كل سيجنال هتمشي في انهي سكه بالظبط، فتقدر من المسار بتاع السيجنال انها تحدد الديليز بتاعتها. ده انا همشي مسافه قد كده بالواير، الديلي بتاعه كذا، هحط هوصل بالسويتش الفلاني الديلي بتاعه كذا، همشي في الواير الثاني الديلي بتاعه كذا، فتقدر انها تجنريت ديليز بالنسبه ايه لانها عرفت المسارات بتاعت السيجنال خلاص. طيب الديليز دي تضيفها على الجيت ليفل، ما اوريدي عندها جيت ليفل تقدر تجنريت جيت ليفل للوك اب تيبل بقى، اللوك اب تيبل اهو عباره عن لاتشز وملتيبلكسر، فتقدر انها تحط ايه ولوه ديلي موديل، فهتزود الديليز بتاعت الوايرز على الجيت ليفل بتاعتها او النت ليست السيركت بتاعتها، فبنسميها باك انوتيتد نت ليست. اوكي دي النت ليست وموجود عليها الديليز، كل سلكه اهي ليها ديلي قد كذا. فانت كديزاينر تعمل بقى سيميليشن للباك انوتيتد نت ليست وتقارن السيميليشن، انت اوريدي عملت جيت ليفل سيميليشن تمام، فتشوف الديليز مقبوله، لا الديليز خلت البرفورمانس وحش، فانت اللي كديزاينر تختار هل الدنيا مقبوله ولا ان انت ايه تبتدي تحط كونسترينز على سيجنال معينه بحيث ان لما يجي يعمل placement و routing يختار أماكن، ممكن تغير أماكن الانبوت، ممكن تغير أنك تحط constraint تقول له مثلا مش عايز الديلي بتاع السيجنال الفلانية أطول من قيمة معينة، بحيث أن هي تول تعمل placement و routing جداد يكونوا محققين اللي أنت عايزه. حد عنده سؤال؟ لا تمام يا دكتور. تمام طيب عموما انا برضو عشان طب انت فاهم الدنيا انا بديك بس فكره عامه عن الموضوع، لان سواء الاسك فلو ممكن يبقى فيه كورس كامل للاسك فلو، وان شاء الله في كورس زي ده في رابعه اختياري، والـ FPGA Flow برضو بيبقى فيه كورسات، بس يعني عادة أنت ممكن إيه مع نفسك تدور على tutorials online
وتبتدي انك تشوف الايه ال اف جي اي ده، لا عشان الديتيلز احنا بس بندي فكره عامه في الايه في المحاضره، فانت كده ما عرفتش كل التفاصيل. التفاصيل لما تبتدي انك ايه تاخد ال relevant courses. طيب قبل ما نخش بقى على ال VHDL حابب اديكم برضو فكره، احنا كده فهمنا الفلو صح؟ فايه الشغلانات اللي موجوده ريليتد للمجال بتاع الديجيتال ديزاين يعني او ديجيتال سيركتس بصفه. طبعا احنا شفنا برضو الفابريكيشن، فيعني ايه خلينا نقول ايه مجالات ال والبيزنس مودلز اللي موجوده في السوق وايه اللي موجود في مصر ونقدر نشتغل فيه ايه. ف البيزنس موديل بتاعت الفي ال اس اي ان عندي ممكن يبقى في حاجه زي اسمها انتجريتد ديفايس مانيفاكتشر، ده بيعمل كل حاجه. يعني ايه؟ يعني بيعمل الديزاين وبيعمل اللي اوت ويخلص الفلو كله وكمان يصنع. زي ايه؟ زي انتل مثلا، اي بي ام دي قديمه خلاص، اي بي ام بعت شغلها بعت مصانعها كمان. زي سامسونج بتعمل الديزاين جوه وكمان عندها المصانع بتاعتها وتطلع الشيبس بتاعتها وكمان بتطلع كمان البرودكت الفاينل برودكت زي وليكن الموبايل مثلا، فدي بنسميها انتجريتد ديفايس مانيفاكتشر. في شركات بتبقى فابلس. فابلس يعني ايه؟ ما لهاش مصنع، هي ديزاين هاوس بيعمل الديزاين ويوديه يصنع بالايسك فلو، يمشي على الايه الايسك فلو من اول لاخره، بس ايه بيتعاقد مع مصنع عشان يعمله. اوكي طيب زي ايه؟ زي شركات كتيره قوي في السوق، يعني الاي دي ام دول يتعدوا على صابع الايد الواحده ممكن، انما الفابلس دول كتار، برودكم مثلا، مارفل، كل الشركات دي بتتعاقد مع مصانع عشان الفيديو حتى كمان ما عندهاش مصانع. زايلكس دي بتعمل اف جي، يعني تخيل الشركه اللي بتعمل اف جي ما بتصنعش هي الاف جي، بتروح لتي اس ام سي تقول له ايه ادي اللي اوت بتاعي واعمل لي الاف جي بتاعتي. طيب في بقى اي بي فيندور، ان هو مش حتى ما بيعملش برودكت، ما بيعملش منتج نهائي، لا هو بيعمل بلوك معين مهم عشان يبيع البلوك دوت للشركات اللي بتعمل الكومبليت ديزاين. زي ارم مثلا ما بتعملش بروسيسور وتبيعه، لا ده هي بتبيع الاي بي للشركات بتاعه الموبايل عشان يستخدموه يعملوا بروسيسور، يعملوا البروسيسورز اللي جوه الايه التليفون. فيراج دي شركه مشهوره بتعمل برضو اي بيز. كل دي شركات بتعمل اي بيز، حتى اللي دخل في اللعبه الشركات بتاعه الكاد بتعين ناس وبتعين تيمز بتعمل اي بيز، منهم سينوبسيس منتور زمان كان عندها تيم اي بي واعتقد لسه موجود بس مش في مصر يعني، وكيدنس كذلك، هما ثلاث شركات كبار سينوبسيس وكيدنس وسيمنز كلهم دخلوا في لعبه ايه الاي بي. في بقى شركات ظريفه قوي بتعمل ديزاين سيرفيس، يعني انا عندي مهندس شاطر، عين مهندس شاطر واسوق اشوف الشركات اللي بتعمل ديزاين هل محتاجين حد يساعدهم في الديزاين بتاعهم في حته معينه، فابتدي ان انا ايه اوفر الديزاين سيرفيس دي. ف وي برو دي شركه برضو يعني مشهوره، تاتا عامله، لان الناس في الهند برضو عندهم النولج بس ما عندهمش المصنع ولا عندهم الشركات الكبيره، فعملوا ايه الديزاين سيرفيس. احنا عندنا في مصر برضو ديزاين سيرفيس، شركات بتوفر ديزاين سيرفيس. في الشركات بتاعت الكاد بقى، التولز اللي انا هستخدمها عشان اعمل بيها الفلو دي تولز مخصوصة ولازم يعني ايه تبقى دقيقة
عندنا 3 شركات كبار متخصصين في الايه، في الحته دي. في شركات صغيره بتطلع، بس معظم الشركات الصغيره دي بتتباع، يعني 3 شركات الكبار دول بيشتروهم عشان ايه، يستفيدوا من التولز الجديده اللي هم عملوها. زي ما اقول، طب احنا كده مسكنا ايه، الديزاين. طب تعالى ايه، ارجع بقى ايه السكه بتاعت الفاب. عندي ممكن مصنع ما بيعملش ديزاين بس بيصنع زي تي اس ام سي، ممكن شركه بتعمل المعدات بتاعت المصنع زي اشهرهم اي اس ام ال وابلايد ماتيريال، دول شركات تقيله قوي في ايه، في المعدات اللي بتعمل المصنع، سواء الخطوات بتاعت التصنيع زي الاين امبلانتيشن، زي الليثوجرافي، زي الكلام. في شركات بتعمل ويفرز مخصوصه، ما بتعملش حاجه غير الويفرز. في شركات مخصوصه بتعمل الباكجينج والتستنج، ممكن شركه تعمل باكجينج بس وممكن شركه تعمل تستنج بس، يعني مش شرط الاثنين مع بعض. شركه الباكجينج احيانا او شائعا بنسميها اسمبلي، ماشي. فده البيزنس، شفت متقسم اللي احنا درسناه ده، متقسم على شركات قد ايه، او انواع الشركات قد ايه، كل شركه متخصصه في ايه، في حته. طيب احنا في مصر بقى في ايه؟ في مصر البيزنس المنتشر هو الديزاين سيرفيسز والاي بي فيندور، وقليل اللي هو فابلس ديزاين، وفي طبعا سيمنز كات سيمنز. فدول قدامنا، فبيبقى عندنا ممكن تشتغل في ايه من الفلو. احنا الشركات دي بتعمل ايسك فلو، فبتلاقي ايه، ممكن تشتغل انت الجزء الاولاني من الفلو اللي هو الديجيتال ار تي ال ديزاين، ممكن تشتغل في الفيزيكال ديزاين اللي هو الفيزيكال سينس، ممكن تشتغل في الفيريفيكيشن اللي هو انا عايز ايه اطمن الديزاين شغال. ده ممكن يبقى مهندس مخصوص بس انه بيعمل سيميليشن. الانالوج ميكس سيجنال كذلك، تلاقي الديزاين واللي اوت والفيريفيكيشن. في ميمز، يعني الناس اللي بس هم شركتين يعني اللي شغالين في الميمز في مصر. الميمز دي مايكرو الكترو ميكانيكال سيستمز، في شركات شغاله في الامبيد سيستمز والدي اس بي. دي انت مالكش دعوه، دي يعني بره السكوب بتاع الكورس، بس برضه عشان تبقى عارف يعني ايه. الشركات بتعمل ديزاين لامبيدد سيستم، هو عندها بورد معينه مخصوصه انت بتبرمجها بسي وبتنفذ فانكشناليتي سواء دي اس بي او امبيد. وبرضه في ناس بتبقى مسؤوله على الديزاين، ناس بتبقى مسؤوله انها تفيريفاي السيستم شغال مظبوط ولا لا، وناس هي بقى بتنفذ الحاجه على الحقيقه وتنزلها السوق. في كمان في السوق برضو unrelated للبيزنس بتاعنا، السيستم انتجريشن والديفلوبر. يعني انت يبقى وليكن في شركات، مثال يعني شركات شغاله في المصانع، انت عايز تاوتوميت معدات معينه، فالاوتوميشن ده بيجي في اكويبمنت مخصوصه انها تعمل كنترول للمصانع، بتستعين بالناس الخريجين بتوعنا ان يبقى فاهم الاكويبمنت دي شغاله ازاي، وهو اللي يعني يحدد المصنع ده محتاج ايه ويروح وينفذه، من قياسات مثلا عايزه تتقاس، من كنترول محتاج يتعمل. هي شركه واحده اللي شغاله في الكاد في مصر اللي هي سيمنز، وفي كمان شركات بتعمل كونسلتيشن منها سيمنز يعني اللي انا اعرفها. في شركه تانية مش عارف لسه في السوق ولا لا، اسمها ايه يا رب، بتاع ديزاين سيرفيسز، يعني الكونسلتيشن اللي هو زي ديزاين سيرفيس، بتبعت حد فاهم كويس انه يساعد شركه تانية
هنا في الديزاين بتاعها. اسمها كونسلتنج، لا مش كونسلتكس، مش موجودة هنا. طيب دي بعض الشركات اللي موجودة في مصر حاليا، كتروا قوي عن الـ عن الـ عن اللي انا كاتبه دول، عشان لو ابتديت يعني انت انترستد في المجال ده ابتدي شوف الشركات دي شغالة في ايه ومحتاجة ناس بتعرف في ايه وطور من نفسك. هتعمل سؤال او كومنت؟ جميل. طيب نخش على ال VHDL. ازاي بقى اكتب VHDL او Verilog؟ عموما زي ما قلنا الدنيا الاثنين في الاخر نفس الفكر، يختلف بس ايه في السينتاكس. وهو الفي اتش دي ال يعني ديتيلد اكتر شويه، فسهل قوي ان انت تعرف الفيرلوج لو انت عارف في اتش دي ال، عشان كده معظم الناس بتدرس في اتش دي ال. وليكن برضو انا يعني انا متفهم الطلبه اللي قالت يعني عايزين فيرلوج، بس انا ممكن احط لكم ريفرنس للفيريلوج، بس كان يعني ما كانش فيه قدامي وقت ان انا اعدل في السلايد صراحه. ال في اتش دي ال عذرا معلش، ال في اتش دي ال بيعتمد ان كل بلوك في الديزاين بتكتب له حاجة اسمها Entity و Architecture. ايه هي الانتيتي؟ الانتيتي دي كأنك بتوصف البلوك كبلاك بوكس، هو اسمه ايه ورجليه ايه، اللي داخل Input اللي داخل Output. وOptionally ممكن تحدد بعض البارامترز، دي بتبقى اسمها جينيريكس، بارامترز مخصوصه، بس دي هنشوف امثله عليها، بس دي زي ما قلنا اوبشن. انما الاساسي انا محتاج في الانتيتي اقول ايه اسم البلوك ايه وايه الانبوتس وايه الاوتبوتس. هل انا كده قلت البلوك شغال ازاي او معمول ازاي؟ ما قلتش. زي ما تيجي مثلا تقول ايه ده بني ادم، بني ادم معروف يعني ايه بني ادم، يعني له راس، له بيقف على رجلين اتنين، له دراعين. عنكبوت مثلا هتلاقي ايه عنده 8 رجلين، فده كانتيتي مختلف عن ده. اوكي، فده مثال اهو. اللاتش له ايه، له انبوت اسمه دي، له اوتبوت اسمه كيو، احيانا بيبقى له اوتبوت اسمه ان كيو، لازم اكيد بيبقى له كلوك واسمه لاتش. فتكتب انتيتي تدي الاسم latch is وتقول port، تفتح قوس وتحدد ايه الانبوتس والاوتبوتس. مثلا هنا دي وكلوك دول انبوتس، فتقول النقطتين تفصلهم بكومس وتقول نقطتين كولون يعني، وتقول الدايركشن ان، ولازم تحدد تايب، هو اللي داخل دي دوت ايه، بت ولا باص ولا بوليان، ولا لازم كل object يبقى لها type، لازم كل object يبقى لها type. فالدي او clock دي كلها objects فلازم يتحدد لها type. فانا اشهر types في ال hardware language هي البيت، البيت دي تبقى 0 او 1. الاوتبوتس هتقول ما ينفعش تحطهم في نفس المجموعة، هتقول ان هنا قلت ان، فتعمل مجموعه ثانيه تقول كيو وان كيو وكل واوت، ده الاتجاه وبت، وتقفل القوس وتقول اند انتيتي اللاتش. خلاص يبقى انت كده كتبت الانتيتي، بس انت كده ما عملتش ديزاين. لازم تعمل بقى اركيتكشر
هي دي اللي الاركتكشر دي بتقول من جوه البلوك ده شغال ازاي، فهو ده الديزاين بتاع البلوك. طيب ال الهاردوير ديسكريبشن لانجويج تسمح لك انك تقدر تعمل اكتر من اركتكشر لنفس الانتيتي، يعني اكتر من ديزاين داخلي لنفس الحاجه. اوكي ليه؟ ما هو ممكن واحد يفكر بطريقه واحد يفكر بطريقه تانية ويكتب كود مختلف بس في الاخر بيعمل نفس الفانكشن. اوكي او انت عايز تجرب مثلا تعمل حاجه كبيهيفير وبعدين تعملها بالجيتس كجيت ليفل وهي نفس الحاجه، يبقى ممكن يبقى في اكتر من شكل للتصميم الداخلي، يبقى اكتر من اركتكتشر للانتيتي. طيب في كذا طريقه للاركتكتشر، اولها بيهيفيرال انك بتكتب كود ازاي الديزاين بيوبريت، او ستراكشرال بتبني البلوك بتاعك من سب بلوكس، بنقول هاو الديزاين از كونستراكت دي ستراكشر، او داتا فلو. داتا فلو دي زي البيهيفير بس مختلفه شويه، انك بتقول انا هاخد الانبوت اعمل عليه اوبريتور احطه في ريجستر، وبعدين اخد الريجستر ده اعمل عليه اوبريتور اطلع قيمه ثانيه، وبعدين اخد الريجستر ده مع حاجه ثانيه واعمل عليها اوبريتور واطلع الاوتبوت. طالما بتستخدم اوبريتورز واساينمنت ان انت بتخزن حاجه في الريجستر فبنسميها ار تي ال او داتا فلو. وممكن تميكس بين الثلاثه دول زي ما انت عايز، يعني مش شرط الديزاين يبقى كله بيهيفير ولا كله ستراكشر ولا كله داتا فلو. فدي ايه فليكسيبيليتي ظريفه. تعالى نمسك بقى واحده واحده او امثله نشوف ازاي هكتب البيهيفير، ازاي هكتب الاستراكشر، ازاي هكتب. اول حاجه لازم نعرفها، ودي الفرق الجوهري بين الهاردوير ديسكريبشن لانجويج واي بروجرامينج لانجويج ثانيه، ان السطور بتاعه الهاردوير ديسكريبشن لانجويج كونكرنت. يعني ايه كونكرنت؟ يعني ليها نفس الوقت. فاي بروجرامينج لانجويج بتعمل السطر وبعدين السطر اللي بعده وبعدين السطر اللي بعده، فهي سيكوينشال. انما ال VHDL او Verilog السطور كلها كونكرنت، يعني بارلل، يعني السطور شغاله في نفس الوقت. يعني ما تقدرش تقول السطر اللي فوق هيتنفذ قبل السطر اللي تحت، لا الاثنين بيتنفذوا في نفس الوقت. هتقول لي بجد؟ طب يعني حاجه ظريفه طبعا. ليه؟ لان كل سطر هيريبريزنت سيركت، والسيركت دي فهتبقى شغاله في نفس الوقت مع السيركت اللي جنبها. طب افرض انا بقى محتاج اعمل حاجه الجوريثم معين، والالجوريثم ده له خطوات، يعمل واحد وبعديها اثنين وبعديها ثلاثه، فانا ما ينفعش معايا ان كل الخطوات تتم في نفس الوقت. فبعمل حاجه، هو عشان الحته دي عملوا لك حاجه اسمها بروسيس. البروسيس دي هي اللي جواها تقدر تتنفذ الخطوات، السطور تتنفذ سيكوينشال، يعني بالترتيب، اعمل السطر ده وبعديه السطر ده وبعديه السطر. طيب لو انا عندي اكتر من بروسيس، البروسيس ترن بارلل، يعني البروسيس دي تشتغل وجنبها البروسيس دي شغاله في نفس الوقت، زيها زي ايه؟ السطر. السطرين مختلفين بيشتغلوا مع بعض، تو بروسيسز مختلفين بيشتغلوا بارلل مع بعض. انما جوه البروسيس انا بشتغل ايه؟ سطر سطر. طيب ماشي، فدي تسمح لنا اننا نكتب بيهيفير كويس. لو عايز حاجه تشتغل في نفس الوقت هكتبها، لو عايز حاجه هتشتغل سيكوينشالي هكتبها. طيب تعال نشوف مثال بسيط، مش معبر قوي، احنا هنشوف امثله كتير قوي خلال الايه السلايدز، بس ده مثال بدائي كده. اللاتش اللي انا عملته ده عايز اكتب له بيهيفير، هو البيهيفير بتاع اللاتش ايه؟ افكر الاول قبل ما اكتب. ودي يعني معظم مشاكل الطالب انه بيتسرع
وما بيديش لنفسه فرصة انه يفكر. طيب هو اللاتش بيشتغل ازاي؟ احنا عارفين ان بيبقى فيه input دي لما الكلوك تبقى بواحد ال output Q بيساوي دي لما الكلوك ترجع ينزل للصفر ال output Q بيتفصل عن دي، يعني لو دي اتغيرت Q ما تاخدش القيمة ان Q بتبقى ايه complement بتاع Q، صح؟ ده البيهيفير اللي احنا فاهمينه. تعال نكتبه ككود، سيبك من ان انا كاتب بروسس، حاول ايه if clock equal 1 then ال q بتساوي ال d و not q بتساوي not ال d و end if، صح؟ هل دي وصفت البيهيفير؟ وصفت البيهيفير. هتقول لي طب فين ان لو كلوك بزيرو كيو ما تتغيرش؟ اقول لك اهو، ما هو ما حطش إلس، صح؟ هو لو كلوك بزيرو هل لو دي اتغيرت الكيو هتتغير؟ مش هينفذ السطر ده، فيبقى الكيو مش هتتغير، فيبقى دي جود انف انها ايه ديسكرايب البيبر بتاعي. طيب واحد هيسالني سؤال، طب ليه نوت كيو؟ انا ممكن اقول ان كيو بيساوي نوت كيو، اقول لك خلي بالك الحاجة الانبوت اقدر اقرأ قيمتها، فاقدر استخدمها على يمين الاساينمنت، يعني لما اقول النوت كيو بتساوي نوت دي الانبوت فاقدر اشوف قيمتها، انما كيو الاوتبوت ما اقدرش اشوف قيمتها، الاوتبوت ما اقدرش استخدم قيمته، عشان كده ما ينفعش اقول نوت كيو. ماشي؟ طيب تعالى كده، ادي مثال بسيط على البيهيفير. لو انا عايز اكتب بقى استراكشرال، يعني عايز ابني ديزاين من بلوكات، ادي مثال عايز اعمل 4 بت لاتش، 4 بت لاتش باستخدام اللاتش بسيطة، حط 4 بلوكات من اللاتش ودخل على كل واحد منهم بيت من الـ4 بيتس، صح؟ بتودي طب الكلوك، لا دي لازم تبقى واحدة في الـ4، صح؟ طيب والكيو، لا هما مختلفين، يبقى عندي كيو 4 بيتس لازم لكل، بجمع الـ4 بيتس بتوع الـ4 لاتش وأقول ده الكيو بتاعي والنوت كيو نفس الوضع. طيب يبقى عرفت إن أنا هعمل 4 بيت لاتش عن طريق إن أنا أحط 4 1 بيت لاتش واصلين بالشكل ده إمبارل وليهم كلوك مشترك. طب هو كمان بيقول لي اعمل إنيبل بحيث إن لو الإنيبل بـ1 اللاتش يشتغل، لو الإنيبل بـ0 ما يشتغلش. يعني ايه ما يشتغلش؟ يعني لو حتى الكلوك جت ما يشتغلش، ما يتغيرش. طب ففكرت لقيت ان انا ممكن اعمل اند جيت بين الانيبل والكلوك بحيث لو الانيبل بزيرو الكلوك ما تخشش، فانا كده فكرت كسيركت، صح؟ هذه بلوكات ووصلتها، فكرت كسيركت. اقدر اكتب ده ك VHDL؟ اقول لك اه. ازاي؟ اول حاجه تعرف ايه الكومبوننتس اللي هتستخدمها. هنا في الديزاين ده استخدمت كم نوع من الكومبوننتس، وتقلت انا على كلمه نوع، الاربعه دول نوع واحد اسمه لاتش، والجيت دي اند جيت نوع مختلف، يبقى انا استخدمت نوعين من الكومبوننتس. فكل كومبوننت هستخدمه لازم اكتبه بعد الاركتكتشر على طول، قبل حتى بيجين، او الكومبوننت لاتش وكومبوننت اند 2 اي 2 دي عشان لها 2 انبوت يعني. طيب جميل، واكتب ايه في الكومبوننت؟ اروح على الانتيتي بتاعه اللاتش ده
وانقل السطر بتاع البورت، شايف ده نقلته من التاني، واقول اند كومبوننت بس. كومبوننت الاند تو برضو اروح على الانتيتي بتاعت اند تو اللي ما شفناهاش، وانقل السطر بتاع ايه بورت، اكيد هيبقى ايه اتنين انبوتس وواحد اوتبوت، بس بنقله من الانتيتي بتاعت الكومبوننت. لازم اللي انا هستخدمه ككومبوننت ده يبقى موجود، ركز معايا في الحته دي، اي حاجه هستخدمها ككومبوننت لازم يبقى موجود لها فعليا انتيتي واركتكتشر عشان اعرف استخدمها. لازم لها انتيتي واركتكتشر تبقى موجوده عشان لما اجي اكون اعمل البلوك الاكبر ده اللي هو لاتش 4 يبقى مبني من بلوكات موجوده. بعد ما كتبت الكومبوننتس اللي هستخدمها هدور انا في السيركت اللي انا عملتها دي هل في انترنال سيجنال؟ لازم كل انترنال سيجنال اديها اسم، لازم كل انترنال سيجنال اديها اسم. فهنا كلوك ده انبوت، انيبل ده انبوت جاي من العالم الخارجي صح، دي جاي من العالم الخارجي، كيو رايح للعالم الخارجي، ان كيو كذلك بره، كل دول جايين من بره او رايحين من بره، مفيش غير انت كلوك دي اللي هي اللي طالعه من الجيت وداخله على الكلوك بتاعت اللاتشز دي اللي هي داخليه، فلازم اديها اسم سميتها انت كلوك واعرفها هنا اقول سيجنال انت كلوك، ولازم اديها تايب. فزي ما الكلوك كانت بيت والانيبل اكيد هيبقى بيت، اديها بيت، هي في سلكه واحده مفرده لو عملها زيرو، ظريف كده. فاضل بقى ان انا ايه، انا كده لحد دلوقتي ما بنيتش الديزاين بتاعي، انا حددت انا هستخدم ايه وحددت الانترنال سيجنالز بتاعي، اقول بيجن وابتدي ايه احط بلوك بلوك واوصله. البلوك اللي هحطه ده بيبقى اسمه ايه انستانس، بيبقى اسمه انستانس، يعني واحد من الكومبوننت الفلاني، انستانت اوف ذا كومبوننت. يبقى اللاتش هو كومبوننت بس عندي منه كام انستانس؟ عندي منه 4 انستانس في الديزاين، فيبقى لازم يبقى له 4 انستانس احطهم هنا. فانا هكتب بعد بيجين هكتب كل الانستانس اللي عندي وواصله ازاي، واصله ازاي عن طريق الكيبورد اللي اسمها بورت ماب، وهقول هوصل ايه على الرجلين بترتيب اللي موجود عندي في البورت اللي متعرف في الانتيتي. يعني مثلا لاتش انا في الترتيب بتاع البورت ايه، نمره 1 دي، نمره 2 كلوك، نمره 3 كيو، نمره 4 ان كيو. فيبقى هنا احط 4 سيجنالز صح، اللي هتوصل على الدي تبقى نمره 1، اللي هتوصل على الكلوك تبقى نمره 2، اللي هتوصل على الكيو تبقى نمره 3، اللي هتوصل على ان كيو تبقى نمره 4. تمام، فاللاتش اللي فوق هيخش عليه بيت نمره 3 في الدي، فاقول دي 3، هيخش على الكلوك انت كلوك اكتب انت كلوك، هيخش على الكيو بيت نمره 3 في الكيو بتاع ايه البلوك بتاعه، فكيو 3، هيخش على ان كيو بيت نمره 3 في الان كيو بتاع البلوك الكبير، يبقى اقول ايه ان كيو 3. يبقى لازم اللي بيكتب هنا هي سيجنالز في الديزاين الكبير، ما عيدش الاسامي دي ابقى غبي، دي اللي هيوصل على البورتس دي. يبقى الحاجات اللي تتكتب هنا لازم سيجنالز في الديزاين الكبير، وممكن اوبشنال اديها اسم سميتها انا بيت 3، وممكن ما اديهاش اسم والسيميليتور هيبتدي يسميها اي 0 مثلا. فلو اديت اسم احطه ازاي، اكتب الاسم واحط كولوم قبل الايه الانستانس بتاعتي اللي اسمها لاتش في اول السطر، ظريفه ماشي. هوصل بالتو، هوصل اللاتش الثاني والثالث والرابع، واوصل الجيت، الجيت اهو A وB وC، يبقى بالترتيب كده اللي هيخش على ايه ايه احد الانبوتس اختار بقى، مش هتفرق معايا الكلوك
والتاني انيبل ولا الانيبل والتاني كلوك، فحطيت انيبل وبعدين كلوك مش مشكله. المهم ما وصلش الاوتبوت الانبوت مكان الاوتبوت، ماشي. الاوتبوت ايه اللي هو سي انت كلوك، فهو بعد كده اقول خلاص انا كده خلصت الديزاين، طالما وصلت يبقى هي الديزاين بتاعي اكتمل. فده الاستراكشر. الداتا فلو، الداتا فلو ان زي ما قلنا ان بستخدم اوبريتورز بستخدم اساينمنت. الداتا فلو فيها اساينمنت ستيتمنت اللي بقول هحسب حاجه واحطها في ريجستر، عشان كده اسمها ار تي اي. فهنا مثلا مثال عندي هاف ادر وعايز احسب ايه، السم والبرودكت، عندي 2 بيتس وبجمعهم طلع الصم واشوف لو في كاري يبقى عندي الايه الكاري. فانا عارف الاكسبريشن بتاع الصم هو ايه اكس اور بي، فيبقى سهل قوي. ممكن اقول اس بيساوي اي اكس اور بي، يبقى دي كده ار تي ال. لما عملت اوبريتورز واساينمنت وحسبت اوتبوت او انترنال ريجستر، يبقى كده ار تي ال او داتا فلو. نفس الكلام السي انا عارف ان هو ايه اي اند بي، فاقوم كاتب له الميكس. طيب اقدر اميكس او ميكس زي ما انت عايز اعمل. دي مثلا مثال، مش عايزين نخش في التفاصيل، بس اهو عنده اربع انبوتس وعنده اوتبوت، فعمل حته ككومبوننت اهو، جاب اند جيت واستخدمها ووصل عليها، تمام اهو اند 2 بورت ماب، وصل عليها الانترنال سيجنالز بتوعه دول، السيجنالز بتاعت الديزاين بتاعه، وعمل بروسيس حط فيها كلام، وعمل اساينمنت عادي خالص انك تقبل الميكس ده. حتى السؤال لحد هنا عرفنا يعني ايه انتيتي، عرفنا يعني ايه اركتكشر، عرفنا كل طريقه من الاركتكشر بتتكتب ازاي. جميل جدا. اللي ما يعرفش الكلام ده يسألني. طيب تعالى بص نشوف حبة حاجات نظري، ايه هي التايبس المختلفة وايه هي الاوبشن، قبل ما نرجع تاني بقى ايه نكمل امثلة. بنقول ان بيبقى عندي objects عندي types، كل signals اللي عندي تبقى ايه دي تعتبر objects، وممكن اديها types ضروري اديها type. فايه types اللي موجودة عندي في ال VHDL؟ في scalar types، تمام، زي number والcharacter والstring، والنمبر ده ممكن يقبل ان انا اديله انتجر، ويقبل كمان ان انا اديله ريل نمبر، يعني في احط ديسمال بوينت. طبعا ايه ده فور سيميليشن اونلي، لان الديجيتال سيركت ما فيهاش ديسمال بوينت، لازم ايه يبقى عندي عدد بيتس وبتعامل معاهم، فما فيش ريل في الحقيقه، فده ممكن فور سيميليشن. كاركتر عادي، السترينج عادي. في حاجة كمان في السكيلر تايب اسمها انيوميريشن، هنتكلم عليها بالتفصيل. وممكن أجمع السكيلر تايبس دي وأعمل حاجات كومبوزيت، يعني مركبة، زي array في elements، والelement دي ممكن تبقى number أو ممكن تبقى character. ممكن أعمل record عشان أمزج elements مختلفة، أعمل الريكورد ممكن يبقى element integer وelement character وelement طيب هي مختلف، ماشي. فده كله مسموح في ال VHDL. طيب تعال نشوف واحدة واحدة بقى من الطيب. الانتجر ما فيهوش decimal point، الريل نمبر بتحط decimal point. انت تقدر تكتب الانتجر او الريل بكذا بيز، يعني بيز 2 اللي هي zeros and ones، او بيز 16 اللي هي الهكسا، تمام، او بيز 8 اللي هي الاوكتال،
زي ما تقدر تحدد له البيز وتكتب، وممكن تكتب ديسمال. تمام. طيب الكاركتر هم الكاركترز اللي احنا عارفينها، الديجيتس من 0 لحد 9 والالفابت ايه لحد زد كابيتال وسمول. طيب الكاركتر بنحطه بين تو سنجل كوتيشن، هنا اهو ابوستروفي قدامه ابوستروفي ورا. السترينج بيبقى دبل كوتيشن اللي هو 2 ابوستروفي قدامه 2 ابوستروفي ورا. في حاجه ظريفه قوي في البي اتش ال وكذلك في الفيرلوج، ان السترينج اللي متكون من زيروز وانز يقدر يفهمه كنمبر، وكذلك برضو السترينج اللي متكون من حروف وارقام ممكن تتفهم على انها هيكسا ديسمال فاليو، يقدر يفهمها برضو السترينج، يفهمه انه له قيمه مناظره له نمبر، ويقدر يقارن يشوف ان الاثنين قد ايكوال ولا مش ايكوال، مين اكبر مين اصغر. فدي حاجة ظريفة في السترينج، ان السترينج ممكن يتفهم كمان انه هو ايه نمبر. طيب نيجي للانيميشن تايب اللي احنا قلنا ايه هنتكلم عليه. ايه الانيميشن تايب؟ الانيميشن تايب دي يعني حاجة تاخد قيم محددة، عشان كده انيميشن يعني ايه محددة، محددة القيم. زي البيت، البيت دي ما هياش نمبر، هي 0 1 بس ما ينفعش 2 ما ينفعش 3، هي مش انتجر صح، بس هي 0 1. فدي ايه انيميريشن تايب، ليها قيم محدده 0 1 وما فيش غير كده. التايب بتتكتب ازاي؟ اي تايب بتتكتب ازاي؟ انت حتى من حقك انك تعمل انيميريشن تايب، تقول تايب واسمها وتقول از وتدي القيم وتقفل القوس. الايتاليك اللي بالازرق ده ده كومنت انا حاطه، انما انت هتدي القيم بس زيرو ك كاركتر و1 ككاركتر وخلاص وقفلت القوس. طيب في تايب ظريفه قوي اسمها 3 ليفل، ودي برضو بتستخدم كتير في الديزاين، ان انا ممكن يبقى عندي باص وعايز ان انا كونكت او ديسكونكت من الباص عشان غير يستخدم الباص، فمحتاج الاوتبوت بتاعي ممكن يبقى لو انا كونكتد 0 او 1، ولو انا ديسكونكتد يبقى هاي امبيدنس، فعشان كده محتاج الثالثه دي بقى اللي هي زد اللي هي هاي. ف 3 ليفل هي 0 1 واي. البوليان اشهر حاجه في الانيميشن تايب، لا فولس لا ترو مفيش غير كده. طيب في تايب ظريفة قوي في الـ Hardware Description Language الـ VHDL Verilog اسمها Standard Logic. الـ Standard Logic دي بتديني قيم متعددة 8 بتمثل اللوجيك سيجنال في حالات مختلفة، يعني الـ الاوتبوت بتاع الجيت ممكن يبقى 0 ممكن يبقى 1، بس ممكن في صعوبة، يعني لو انا حطيت 2 جيتس وغلطت ووصلت الاوتبوت بتاعهم مع بعض، واحده بتكتب 0 واحده بتكتب 1، الاوتبوت مش هيبقى 0 ولا هيبقى 1، هيبقى حاجه في النص. طب اعبر عن الحاجه اللي في النص دي ازاي؟ بالستاندرد لوجيك. فالستاندرد لوجيك معمول عشان يعبر على القيم المختلفه في الجيت ليفل الاساس. ماشي. طيب اول حاجه ان انيشيلايز، انا ممكن في البدايه ما اعرفش هو هيقوم راندوملي، ممكن يبقى 0 ممكن يبقى 1، وخصوصا لو ايه لو انت بتتكلم على فليب فلوب ولسه ما دخلتش انبوت، الاوتبوت بتاعه هيبقى ايه؟ فليب فلوب اهو ولسه ما جاش الكلوك ايدج ولسه ما دخلتش انبوت، الاوتبوت اكيد هيبقى 0 او 1 ما نعرفش، فدي بنسميها ان انيشيلايز. لو تو فورسينج بيعملوا قيم عكس بعض، يعني
ناحيه بتفورس 0 وناحيه بتفورس 1 لنفس السيجنال، فيبقى اكس اللي هو فورسنج انون مش عارف مين فيهم اللي هيجي. 0 معروف، 1 معروف، زد معروف، دبليو يعني ويك انون ماشي زي الفورسنج بس ايه الكونكشن ما هياش سترونج. ال يعني ويك 0، اتش يعني ويك 1، داش يعني دونت كير. دي كل القيم اللي هي اللي ممكن تتخيلها توصف اللوجيك سيجنال في الجيت ليفل، فده معمول مخصوص لكده. ومنه عملوا برضو هنا ده ستاندرد مكتوبه يو لوجيك، وبعد كده عملوا الستاندرد لوجيك هنعرف اليو دي ايه الفرق بين يو موجوده ولا مش موجوده، وعملوا منه ايه، بص هنا ادي الستاندرد لوجيك، وعملوا اري. لو حطيت ستاندرد لوجيك جنب بعض ممكن تعمل رقم 0 و 1 جنب بعض، فهتقول ايه الاري ده unsigned، يعني ده مجموعه من الستاندرد لوجيك جنب بعض عاملين رقم بس unsigned و signed. طيب هنشوفهم في الاستخدام، بس هو ايه unsigned و signed؟ دول يعني رقم بتعامل معاه على انه positive، و signed رقم بتعامل معاه على انه ينفع يبقى رقم نيجاتيف، يعني لو او لو النص سيجنيفيكانت بيت ب 1 معناها ان الرقم ده نيجاتيف. ده الفرق بين سايند وان سايند. واكيد خدنا حاجات شبه كده في الايه في البروجرامنج في السنين الاولانيه، بس ففهمت ايه ان سايند وايه سايند ومبنيين من الستاندرد لوجيك. طب ايه بقى الفرق بين ستاندرد لوجيك وستاندرد يو لوجيك؟ طيب اليو دي معناها unresolved. معناها ايه unresolved؟ معناها ان لو عندك دايرتين بيكتبوا نفس السيجنال السيموليتور او التايب بتاعتك ما ينفعش تحدد مين فيهم اللي ايه النتيجة النهائية تبقى ايه. فعملوا حاجة اسمها resolved function، عبارة عن جدول كده اسمه resolution table، بيقول لو عندي اتنين values عايز اكتبها للقيمة دي هختار مين فيهم، فده اللي اسمه resolution table. لو استخدمت الفانكشن ريزولف دي بيبقى ستاندرد لوجيك من غير اليو، ويبقى انسايند سايند من غير انريزولف. فاحنا بنستخدم على طول اللي هي ايه الستاندرد لوجيك واللي هي الريزولفد فيرجن اللي هو ستاندرد لوجيك وانسايند. طيب نيجي ازاي اعمل اري. أنا كده عرفت السكيلر تايبس، الحاجة المفردة ممكن تبقى رقم، ممكن سواء ريل أو انتجر، ممكن تبقى سترينج أو كاركتر، وممكن تبقى انوميريشن يعني حاجة ليها قيم محددة بس مفردة. إزاي أعمل بقى منها array؟ زي مثلا الانسايند والسايند دي عبارة عن array من الستاندرد لوجيك. إزاي أعمل array عموما؟ سهلة جدا. تعرف التايب انها array، هتقول type كذا is array بس خلاص كده عملت array. بس الarray ليها يعني specification، يعني انت عايز الarray دي كم واحدة صح؟ فلازم تحدد له range هنا يقول هي كام واحدة من كام لكام. مش معنى يعني من كام لكام ما يقول 8 مثلا، لا ده هنا كمان ظريفة. لما حدد من كام لكام ظريفة في ايه؟ ان انا بحدد الاندكس اللي كورسبوندنج لكل element في الاري. يعني انا ممكن اقول الاري 8 items، بس اول ايتم هقول عليها 0 نمره 0، ولا هقول عليها نمره 1، ولا هقول عليها نمره 7، ولا اقول عليها نمره 8.
انده اول واحده بانهي اندكس، فلما اقول له رينج كده هياخد اول قيمه في الرينج، يبقى دي كورسبوندنج لاول اليمنت، يبقى معنى كده اول اليمنت في الاري اسمها رقمها 0، ثاني اليمنت رقمها 1، اخر اليمنت رقمها 0. ولازم اقول له هو الاليمنت الواحده في الاري هي عباره عن ايه، اقول له اوف والاليمنت الواحده عباره عن ايه، انتجر. انتجر دي لازم تبقى سكيلر تايب من اللي انا عارفه. طيب مثلا انا كده عملت ايه، تايب var is array، انا كده عملت تايب، ما عملتش الاوبجكت الاري، انا عملت التايب بس ما استخدمتهاش. استخدمها ازاي؟ ان اخلق بقى اوبجكت وليكن مثلا كونستانت، اكتب كونستانت، اكتب فاريبل، اكتب سيجنال، دول الايه الثلاثه اوبجكتس اللي ممكن اعمل، كونستانت وفاريبل وسيجنال، وادي له اسم اسمه سيتنج، واقول ان انا هستخدم التايب دي اللي اسمها var. شفتوا بنكتبها ازاي؟ وبعدين ايه، ممكن ادي له انيشال فاليو، وممكن لا ما احتاج، يعني لو انا مش عايز ما اديلوش. طبعا لو كونستانت ضروري ايه ادي له قيمه عشان انا ما اقدرش ايه اكتبه، يبقى لازم وانا بخلق الكونستانت ادي له قيمه، انما الفاريبل والسيجنال ممكن ما اديهمش ايه، لان انا ممكن لاحقا اكتبه. فهنا ايه، لازم احط 8 انتجرز صح، 1 2 3 عديهم هتلاقوا 8 انتجرز. معنى كده ان settings element 0 هي 2، settings element 7 هي 16، setting element 5 هي 12. تمام، طيب كده فهمنا الاري. ممكن اعمل مالتي دايمنشنال اري، قال لك انت ممكن تعمل اري ليها 1000 دايمنشن زي ما انت عايز. كل اللي هتعمله انك الرينج اللي في القوس ده هتقسمه كذا حته. لو قلت في الرينج 1 تو 4 كوما 1 تو 2 معناها كده انت عملت 2 دايمنشنال اري، الدايمنشن الاولاني قيمه من 1 ل 4 والدايمنشن الثاني ياخد اندكس من 1. طيب ظريفة قوي، صحيح مش هنستخدم الكلام ده بس دي ايه، دي برضو عشان تبقى عارف امكانيات الايه اللانجوج بتاعتك. فانا عملت طيب وبعد كده عملت اوبجكت اسمه فاريبل m4x2، ده اديته التايب اللي انا عملتها دي واديته القيم. فساعتها بقى ايه، لو 2 دايمنشن بحط الدايمنشن الثاني جوه الدايمنشن الاولاني، شايف هنا 1 2 بحط املى الدايمنشن الثاني وبعدين اللي بعده وبعدين اللي بعده، بحس ككل هو الدايمنشن الاولاني. طب لو انا عايز اشاور على ايليمنت، اشاور على نمره 2 دي، 2 دي دي الانتجر هي ايليمنت في الايه، في المالتي دايمنشنال اري اللي اسمها m4x2، انده ازاي نم 2 دي؟ لازم لو انا معرف الاري انها 2 دايمنشن لازم احط 2 انديسيز، الاندكس في الدايمنشن الاولاني ورا الاندكس في الدايمنشن الثاني. فدي اول اليمنت في الدايمنشن الاولاني يبقى 1، ودي ثاني اليمنت في الدايمنشن الثاني يبقى كوما 2. يبقى الانده المكان ده ازاي، اقول m4x2 افتح قوس 1 كوما 2، يبقى انا شاورت نمرة 1 في الدايمنشن الأولاني ونمرة 2 في الدايمنشن الثاني. تمام؟ عرفت عندها ازاي؟ الناس نامت ولا مستنية أقول في أسئلة؟ طيب جميل شكرا. هل ممكن أعمل array ومحدد لهاش سايز؟ اه ممكن في ال DHCL وفي ال Verilog اعمل array unconstrained من غير size. كتبت type vector is array وقلت في القوس اللي المفروض احدد فيه ال index قلت له integer range وما حددتهوش.
معنى كده ان عندي ايه رينج من الارقام الانتجر undefined of integer، معناها ان الاليمنت اللي جوه الاري الواحده هي انتجر، بس كام اليمنت مش متحدد، انتجر رينج، عدد انتجر غير معروف. فساعتها هيقبلها، بس طب لو انا ابتديت اعمل اوبجكت، الاوبجكت لازم يبقى محدد، يعني الاوبجكت اللي هعمله بالتايب دي لازم في الاخر يبقى له سايز، فبحدد السايز وانا بعمل الاوبجكت. عملت فاريبل اسمه vex6، اخترت التايب الفيكتور اللي السايز بتاعها مش محدد، لازم ساعتها بقى ايه اعمل الايه اديله السايز وانا بعمله، بقول افتح قوس واقول له مثلا 0 to 7، اقول له اي حاجه انتجر رينج، فهنا كتبت 2 داون 2 نيجاتيف 3. بس عشان ايه؟ عشان تفهم ان الرينج ممكن اكتبه اي حاجه، من اي حاجه لاي حاجه، سواء incrementing او decrementing. فهنا ممكن اقول له 2 down to negative 3، معناها ان اول element دي الindex بتاعها كام؟ 2. تاني element 1. تالت element 0. رابع element minus 1. خامس element minus 2. اخر element سادس element minus 3. يبقى انا لو عايز انده نمره واحد دي اقول له ايه فيك 6 وافتح قوس واقول له 0، يبقى انا شاورت على الاليمنت نمره 3 بس هو الاندكس بتاعها 0. ظريفه العمليه. طيب الريكورد بنقول ان انا اقدر ايه اميكس ايه ديفرنت تايبس من الاليمنتس. فالمثال هنا للأسف يعني إيه مش عامل كده، عامل الـ two elements اللي في الريكورد نفس الطيب real، بس مش مشكلة، بس أنت عارف إن تقدر تحط إيه types مختلفة. بس في الريكورد بنكتبه إزاي؟ لما أعمل type record لازم بدي اسم لكل element في الأري، أنا بدي رقم لكل element، في الريكورد انا بدي اسم لكل element، اسمي الاولاني r part، اسمي الثاني i part مثلا، اسمي الثالث اي حاجة، كل element ليها اسم. طيب وبعدين طبعا لازم اعمل object اديله اللي ايه الطيب ده، يبقى السيجنال اللي اسمها ايه هي الطيب بتاعها complete، سيجنال اللي اسمها b الطيب بتاعها complete، سيجنال اللي اسمها c الطيب بتاعها complete. طب انده اشاور على element في الريكورد ازاي؟ انا عرفت ان انا بشاور على element في الاري ان انا بحط اسمها وبين قوسين الاندكس. طب في الريكورد اشاور على element ازاي؟ احط اسم الريكورد، اسم الريكورد اللي هو سي مثلا، واقول دوت اسم الاليمنت. ما الاليمنت مش برقم بقى، الاليمنت بايه؟ باسم. فاستخدم الدوت واقول اسم الاليمنت، يبقى انا كده شاورت على الايه؟ على الاليمنت الاولاني اللي اسمه r part في الاوبجكت اللي اسمه c. تمام؟ طيب جميل، يبقى انا كده عرفت ايه؟ الريكورد بيتعمل ازاي وبنده الاليمنت اللي فيه ازاي. حد عنده سؤال لحد هنا؟ طيب جميل، نقول الحتة الصغيرة دي وبعدين نكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية. إيه هي الأوبجكتس؟ شنو بقى خلصنا الحتة إيه النظر. الأوبجكتس أنا عندي ثلاث أنواع من الأوبجكتس اللي ممكن أعملهم في الهاردوير لانجوج، لا إما سيجنال لا إما فاريبل لا إما كونستنت. إيه الفرق يعني؟ طيب السيجنالز دي بتبقى الغرض منها انها في الاخر تتحول لواير، يعني السيجنال دي اكيد هتبقى في الهاردوير واير. ماشي؟ طيب ولازم اي حاجه هستخدمها عشان انقل فيها داتا او اعمل فيها كالكوليشنز لازم تبقى سيجنال،
البورتس اللي هو الانبوتس والاوتبوتس اكيد سيجنال ماشي، الانترنال سيجنالز اكيد برضه سيجنال، السيجنالز ممكن تبقى بورت او انترنال سيجنال ماشي. طيب السيجنال مزاياها ايه؟ مزايا السيجنال ان انت inherently او التول في مخها كده فاهمه ان السيجنال دي ليها ديلي، ضروري ليها ديلي، وبتديها ديفولت فاليو للديلي ماشي، وانت ممكن تحدد لها ديلي، الفاريبل والكونستانت مالهمش ديلي، وعشان كده السيجنال بنفرقها ان بنديها اوبريتور، الاساينمنت اوبريتور له شكل مميز اللي هو smaller than or equal، ده مش smaller than or equal، ده اسمه assignment operator، كأنه سهم كده بيقول ان ده هيروح لده ماشي، دي هي equal بس بالsignals بنسميها ايه assignment operator ماشي. الports اللي هم الinputs والoutputs بتوعنا ممكن ياخدوا أربعة تايبس أو أربعة مود، يعني إيه مود؟ يعني اتجاه، المود بتاع البورت يعني اتجاه البورت، لا إما إنبوت لا إما أوتبوت زي ما إحنا شوفنا في الأمثلة، لا إما في حاجة ظريفة بقى قوي اسمها إن أوت، يعني هو أوتبوت وأقدر أستخدم قيمته كإنبوت، دي بتبقى مفيدة بس لما تيجي تتعمل لها سينسز لازم بيبقى السيجنال دي واصلة بإيه؟ ببفر داخلي وعشان اعرف اقرا قيمتها. طيب وفي مود اسمها بافر بس دي لا يفضل انك تستخدمها عشان خاطر السنسرز تول ما بتقبلهاش، فهي موجوده في اللانجوج بس ما تستخدمهاش، انت قدامك الثلاثه دول استخدمهم براحتك، ان واوت وان اوت، الان تقدر تقرا قيمته انما ما تقدرش تدي له قيمه، اللي ده جاي لك من بره هتدي له قيمه ازاي؟ الاوت انت اللي بتطلع قيمته وما تقدرش تقراه، الان اوت تقدر تعمل ايه؟ طيب نيجي للايه؟ كده عرفنا كل حاجه عن السيجنالز، لا اما بورت لا اما انترنال سيجنال، البورت لازم احدد له اتجاه اللي هو مود، الانترنال سيجنال ما بحددلهاش اتجاه، لا هياش لا ان ولا اوت، ان منين واوت منين، ده هي انترنال يبقى ملهاش اتجاه تمام، في الحالتين لازم بستخدم الاساينمنت اوبريتور ده وببقى عارف ان ايه التول تقبل ان يتعرف لكل سيجنال ديلي. طيب جميل، لانها في الاخر هتريبريزنت واير حقيقي. الفاريبل، الفاريبل ده بيتعمل جوه البروسيس فقط، مقبول انه يتعمل جوه البروسيس فقط، وده يعبر عن ايه؟ انترميديت فاليو للكالكوليشن، يعني انا عملت فاريبل بدي له قيم وبستخدمها في الحسابات انما في الاخر ده المفروض ما يتحولش لواير نظريا، عشان برضو ايه في الحقيقه ممكن على حسب السنسز تول ممكن تلاقي ان الفاريبل ده محتاج ان تعمل له واير، بس هو الغرض منه ان هو ايه للحسابات، وعشان كده بنستخدم له assignment operator مختلف عشان نفرق بينهم اللي هو colon equal، لما تيجي تدي له قيمه ما تقولش equal ولا تقول السهم بتاع السيجنال، تقول ايه colon equal زي اهو، ايه لو variable هتقول ايه equal to colon equal، انما s ده signal هتقول s سهم دي، يعني اس هتاخد قيمه دي. كونستانت زيه زي ال فاريبل بس ايه ما بعرفش اغير قيمته، احدد له قيمه وانا بعمله ما اعرفش ايه اكتبه، ما اعرفش ادي له قيمه جديده، اعرف اقراه يعني ينفع يبقى على الليفت هاند سايد من اي ايه اساينمنت، اخد قيمته واديها لحاجه تانية وادخلها في حسابات،
انما انا ادي له قيمه جديده ما ينفعش. طيب تيبيكالي بنستخدم الكونستنت دي لو انا عايز اعرف ديلي، عايز اعرف سبيسيفيك تايمز، بدل ما اقعد اكتبها كل مره في الكود بعرفها ككونستنت واستخدم اسم الكونستنت دوت جوه الكود. نيجي النوع دي اخر حاجه يعني الحته اللي قبل الاخيره اللي هنقولها الجينيريكس. ايه الجينيريكس دي؟ الجينيريكس دي نوع من الكونستانت بس ظريف قوي، بيتعرف في الانتيتي، بيتعرف في الانتيتي والاركيتكشر تاخد القيمه بتاعته. ماشي، بيتعرف في الانتيتي وبالتالي الاركيتكشر تقدر تشوفه تبقى عارفاه وعارفه قيمته، وتقدر من على السيستم تدي له قيمه، من على الانفايرمنت بتاعتك بره الانتيتي تدي له قيمه وينقلها جوه الانتيتي وينقلها جوه الاركيتكشر. فدي ميزه الجينريك، ان انا من بره الانتيتي ممكن ادي له قيمه والقيمه دي تتشاف جوه الانتيتي وجوه الاركيتكشرز بتاعتك. زي مثلا ايه، انا عايز اعمل انتيتي ادر، ممكن اعرف السايز بتاع الادر دي كجينيريك، اقول لها انها 8 بيتس بس السايز بتاعها ان، بحيث ان انا ممكن اعمل الادر دي 8 بيتس 10 بيتس 16 بيت، عن طريق ان انا اغير بس قيمه الان اللي هو الجينيريك بتاعي. اوكي، فدي الاستخدام بتاع الجينيريك. لازم تتحدد في السيستم انت، يعني في السيستم لازم اقول مثلا ان ان بكذا عشان لما اجي اعمل كومبايليشن يبقى عارف ان الهدر دي كذا بيت. ماشي، طيب جميل. الظريف كمان ان انا لو غيرت في الجينيريك مش محتاج اريكومبايل الكود بتاعي، يعني الجينيريك بيبقى بالنسبة لي الكومبايلد كود بتاعي ممكن ادخله من العالم الخارجي او ادخله من السيميليتور وياخد القيمة بتاعته وما يحتاجش ان هو يريكومبايل الكود. كده عرفنا سيجنال، عرفنا الفاريابل، عرفنا الكونستانت، عرفنا الجينيريك. مهم جدا ودي اخر حاجه هنقولها، اعرف ايه بيبان فين. تاني، ايه بيبان فين اللي هو بنسميه الاوبجكت فيزيبيليتي. انا لو عملت سيجنال هشوفها فين، لو عملت فاريابل هشوفه فين، لو عملت كونستانت او لو عملت جينيريك هشوفه فين، لان مش هقدر اشوف في كل حته، مش هقدر يعني ايه اشوفه، يعني هستخدمه اوكي في كل حته. الفيزيبيليتي او اليوزابيليتي بتاعه الاوبجكت مرتبطه بالبليس اوف ديكلاريشن، انا عرفته فين. لو عرفت سيجنال او كونستانت او تايب او سب تايب في باكج، يعني بره الانتيتيز كلها في الانفايرمنت الورك انفايرمنت بتاعتي، كل الانتيتيز والاركتكتشرز تشوفها. انما لو عرفتها جوه اركتكتشر، لا استنى، لو عرفتها جوه انتيتي، لو عرفت حاجه جوه الانتيتي، الانتيتي دي بس اللي تشوفها والاركتكتشرز المرتبطه بالانتيتي دي تشوفها. ما تجيش لانتيتي عرفت مثلا بورت اسمه دي في الانتيتي اللي اسمها لاتش، تيجي في انتيتي ثانيه دي مش متعرفه فيها تكتب تقول دي بيساوي كذا، يديك ايرور طبعا. هو هيعرف منين دي؟ ده دي بتاعت انتيتي مختلفه. يبقى الاوبجكت اللي اتعمل هو انتيتي بيبان بس في الانتيتي دي والاركتكتشرز اللي مرتبطه بيها. طيب لو عرفت حاجه جوه اركتكتشر
عرفت السيجنال او كونستانت او تايب او سب تايب جوه اركيتكشر، ما تقدرش تستخدمها غير جوه نفس الاركيتكشر. لو رحت الاركيتكشر تانية حتى لنفس الانتيتي ما تقدرش تستخدمها. هو اتعرفت فين؟ اتعرفت في الاركيتكشر الاولانيه، استخدمها بقى استخدامها محدود للاركيتكشر الاول. طيب لو عرفت حاجه جوه بروسس، البروسس ممكن اعرف جواها فاريبل تمام او كونستانت او تايب او سب تايب ماشي، اقدر استخدمها فين؟ اقدر استخدمه الحاجه اللي متعرفه جوه البروسس، ما اقدرش استخدمها غير جوه البروسس لانها بره البروسس محدش عارفها. اوكي، فمهم جدا ان اشوف انا عايز استخدم الاوبجكت فين، وبناء عليه احدد المكان الصح اللي انا اعرفه فيه. وهنشوف أمثلة في المحاضرة الجاية، و يعني الموضوع هيبقى أوضح. بس حد عنده سؤال لحد هنا؟ دكتور احنا كده خلصنا؟ خلصنا ايه؟ يعني قصدي خلصنا الحتة اللي حضرتك قلت هنعملها، عشان عايز أسأل سؤال بس. ما انا لسه بقول لحد عنده سؤال. او احنا هو يكون في محاضره يوم الخميس الجاي؟ انا حاسه الكونتنت بتاع النهارده يعني كبير، والمره اللي فاتت برضو يعني عايزين نكون متابعين مع حضرتك، واحنا خارجين من ميد ترم طاقتنا يا دوبك. ده سؤال ظريف قوي، خلينا بس ايه، حد عنده سؤال هجاوب عليه حاجه، بس حد عنده سؤال في اللي انا قلته في يعني في السلايدز اللي فاتت؟ كلنا عرفنا ايه الاوبجكت. هو برضو دكتور اخر جزء ما كناش مركزين فيه قوي برضو، فلو في اسئله تبقى المحاضره الجايه. ماشي خلاص، اسمع المحاضرة تاني، ولو في أسئلة طبعا عادي. أنا كده كده أول محاضرة بقول لو حد عنده أسئلة في اللي فات. ماشي جميل. طيب دكتور هو يوم الخميس هيبقى الصبح ولا بالليل؟ ما أنا جاي للحتة دي، بس حد عنده أسئلة تانية في اللي أنا قلته؟ مفيش. طيب زميلتك كانت لسه بتقول أنا سألت المندوب عشان خاطر كل سنة وانتم طيبين وكلنا طيبين، عيد القيامة يوم الحد، ف مش هينفع طبعا ندي في محاضرة، ومش عايز برضو السبت برضو يعني زمايلنا هيبقوا مشغولين في العيد، فأنا فضلت الخميس. وحتى أنا قلت له الخميس الصبح، بحس إن إيه اللي عايز بعد كده الخميس برضو بيبقى يعني عيد صغير، فمش عايز ايه ابقى مبوظت للناس اليوم برضو. عشان كده انا قلت بدل الاسبوع اللي جاي، وبدل ما احذفه خالص لاخر الاسبوع اللي جاي تمام، عشان يبقى الحته دي خلصت واتقفلت على بعض، فخليه الخميس ده والاسبوع. أيوة بقى بتاع العيد، هو فعلا وخصوصاً بقى إن الأسبوع بتاع العيد هيبقى وراه العيد الفطر كمان، فيعني إيه مش هنعرف ندي الأسبوع اللي بعده، فعشان ما تبقاش يعني لسه إحنا بنتكلم في الـ VHDL وما كملناش، ويفصلك بقى أسبوعين لحد ما تشوف بقية الكلام، فأنا حسيت إنها بايخة. عشان كده هعوض المحاضرة بتاعت الحد الخميس، ومحاضرة بتاعت عيد الفطر هعوضها في الأسبوع اللي بعده، عشان إحنا يعني برضو الكورس طويل ومش عايزين إيه يزنقنا في الآخر. الخميس الصبح ولا حد عنده اعتراض؟ عشان الخميس الصبح غالبا هيكون عندي هو وصل لنا فعلا يا دكتور، بس يعني كنت بقول يعني عشان الكمية بتاعت النهاردة وكده مش قادرين نجمع او نواكب. واحنا يعني واحنا قلنا حاجه النهارده لكتشر 2 تقريبا، نص لكتشر 3 بجد كميه كبيره. ويا دكتور بكره برضه يعني احنا هنعمل محاضرات معظم اليوم، وبعده سكاشن، وبعده معامل، فهو يوم الخميس ده اللي هو يوم الاجازه. اي اسبوع دراسه هيبقى فيه الكلام دوت يا حبيبي؟ ايه حد عنده مشاكل مع الخميس؟
انا عندي مشكله الصبح، عندي محاضره كوميونيكيشن الصبح الساعه كام؟ هي غالبا كانت الفتره الثانيه، فهتبقى من 9:30 للساعه 11. من 9:30 ل 11. ماشي، ويعني يعتبر ساعه ونص نروح للبيت. طيب ما انت ممكن تسمعها التسجيل يا كرولس، ولو عندك اسئله بعد كده هنجاوب عليها. طب حضرتك بتاخد على بتاخد غياب؟ انا لما لقيت العدد قليل النهارده قلت حد بونص، انما مش دايما هاخد غياب. يعني ما حضرتك ممكن تخليها بعد العصر او ممكن تخليها بالليل. طب يعني انت تفضل كده، ما هنشوف بقيه زمايلك. ماشي، انت تمام. تفضل انها تبقى مثلا ايه من الساعه 2 تكون لحقت روحت. تمام ماشي، شكرا. في حد برضو حابب يعني يناقش الميعاد او يقول ظروفه ايه بحيث ان نقدر نوفق الميعاد؟ عندكم حضرات الخميس؟ طيب لا، الخميس ده الاجازه اصلا بتاعنا المفروض، بس فينا لو حد طيب. مسجل حاجات تانية غير السمستر ده بيبقى عنده حاجات. عايزين تقضوا اجازه هنخليها الاربع؟ لو على الاربع يبقى مفيش الا بالليل، عشان اصلا الدفعه كلها بتنزل معامل الصبح. معامل لا هيبقى يوم تقيل قوي بصراحه كده فعلا. الاربع لو الاربع المعامل هتلاقي اليوم تقيل. طيب ماشي، الخميس هنظبط الميعاد مع المندوب، وعرفنا زميلنا بس هو الوحيد اللي عنده كونفليكت، ونحاول نشوف يعني انا هخليه ياخد فوتنج يعني ويشوف ايه الانسب ميعاد ليك ويبلغني بيه. انا عموما الخميس فاضي يعني، ف مش هتفرق معايا الميعاد اللي يبلغني بيه المندوب، انا مش هعترض عليه. طيب، وكل سنه واخواتنا المسيحيين طيبين، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين، وإن شاء الله نقضي عيد سعيد وشم نسيم كلنا طيبين، وعيد الفطر برضه ما شاء الله الأعياد كلها جت كده في أسبوعين ظراف. شكرا جزيلا، وأشوفكم الخميس بإذن الله. في حد عنده أي حاجة عايز برضو يناقشها؟ طيب ماشي، شكرا.